في حراسة المرمى حمدي القسراوي، على اليمين جون في بيسالا، على اليسار خالد الشمام، زياد الدربالي 27، العابدي وسام 5، جانب وثلة من أكثر من 2000 مناصر ذهب لكازا وانتقل إلى مركب محمد الخامس لمساندة الترجي التونسي. قلت 5 وسام العابدي في وسط الميدان، ارتكاز الثنائي 23 خالد القربي، رقم 8 زين العابدين السويسي يلعب على يمين الوسط وليد التايب، على اليسار كالعادة أونري بيانفينو، أسامة الدراجي قدامه أون بوانت مايكل الرامو. بالنسبة للواك في حراسة المرمى نادر المياغري، على اليمين أحمد الوالي المعروف عندهم حمادة، على اليسار خالد سقاط، في اللاكس يلعب البرازي وهشام الويسي في غياب المصاب عصام عدوى، في وسط الملعب يونس المنقاري، باسكال، أيوب سكومة، رفيق عبد الصمد، وثنائي في الهجوم هشام جويعة ومصطفى بيضوظان. طاقم تحكيم المباراة من سوريا بقيادة الدولي محسن بسمة، مساعد أول حمدي القادري، الثاني حمدون تمام، وبعد دقائق ينطلق العرس العربي للنسخة السادسة بطولة المليون دولار. الوداد البيضاوي من أجل الكونفيرماسيون، من أجل التأكيد في ضوء في سلسلة من النتائج المميزة في آخر المواعيد. بالنسبة للترجي من أجل الرياكشن، الرياكسيون المنتظرة في أعقاب الخروج من الكأس المحلية في ظل استحقاق الاتحاد المنستيري مع السفاقسي بطاقة الفاينل. هذا هو السيد محمد روراوة، الحاج روراوة، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لكرة القدم، يحضر لقاء العرس لقاء كازا بانتظار لقاء رادس يوم 21 القادم. هذا المركب محمد الخامس اللي كان يتسمى في السبعينات ستاد دونور، ملعب الشرف، تم افتتاحه في مارس 55 تحت اسم مارسيل سيردون، كان اسمه مارسيل سيردون بطاقة استيعابه 30,000، لكن اليوم هو ملعب الرجاء والوداد والمنتخب المغربي يتسع ل 67,000 متفرج. أهم الأحداث في الرياضة المغربية دارت هنا في ملعب كازا، 83 ألعاب المتوسطية، وفي عام 88 كانت كأس أمم إفريقيا الكان. محسن بسمة الدولي السوري 43 سنة، دولي من 2003، عنده مباراة هامة في تصفية كأس العالم مصيرية بين السعودية وكوريا الشمالية في شهر 6 القادم. بالنسبة للأندية أهم مبارياته الاستقلال الإيراني واتحاد جدة يوم الثلاثاء من طهران على طول الكازا من أجل النهائي العربي. هذه هي كما ذكرت الأجواء الكبيرة في استاد كازا. بالنسبة للترجي المطلوب منه الانطلاق بسلاسة وبحذر نتيجة المعنويات مع الوداد، نتيجة هذا نقول التضامن الجماهيري اللي قل ويحصل في الكرة المغربية، الكل وراء الوداد البيضاوي من أجل لقب عربي إقليمي. الترجي التونسي يجد في أنصار والجمهور التونسي أيضا مناصر في حوار الأسماء الكبيرة بادو الزكي وفوز البنزرتي، أسماء كبيرة أثثت تاريخ الناديين الوداديين، الفريق الأبيض الأحمر اللي يلعب في تاريخه مع كبار أوروبا، يلعب مع الريال، مع البارسا، مع البايرن، مع الإنتر، مع ليفربول، مع ساو باولو. على فكرة بعض الأصدقاء كان يلوموا علي على ما بدا لهم من مهاجمة الكرة العربية في مباريات دوري أبطال أوروبا، أنا نحب نقول لهم أنا رسالة أحرص على تمريرها مستغلا متابعة لقاءات الشامبيونز في أوروبا من الجميع، من العامة والخاصة، بمن فيهم الوزراء، رؤساء الاتحادات، رؤساء الأندية، المدربين، اللاعبين والحكام، فأردت أن ألمس ما قلته، إذا ما ألمس فيهم من النخوة والغيرة على الكرة العربية، ما قلته إذا كان بدافع الغيرة وليس كما فسر بدافع العقدة من الأجنبي. وفي تونس يقول لك اسمع الكلام اللي يبكيك ما تسمعش الكلام اللي يضحكك. محسن بسمة يلزم تضحكنا بمباراة ممتازة تشرف التحكيم العربي. إذا ينطلق اللقاء في لحظات، كازا مستعدة، الطائرة ستقلع حالا إلى العاصمة تونس أو ستبقى بيضاوية للكازا. اللقاء المنتظر طريق النهائي، الوداد أزاح شباب الأردن، الاتحاد الحلبي السوري، الوحدات الأردني، والنادي الصفاقسي التونسي، الترجي أزاح أهلي تريبولي، نادي هلال الساحل اليمني، الإسماعيلي المصري، وحامل اللقب لونتونت الوفاق الصيفي. إذا تنطلق المباراة بأولى اللحظات، مهمة جدا العشرين دقيقة الأولى
في سير المباراة. بالنسبة للواك يحب يسجل هدف يريحه برشا. بالنسبة للترجي مطلوب منه الصبر والصمود قبل محاولة دغدغة أحلام الأنصار بهدف مطلوب كما قال فوزي بنزرتي. إذا نحب نوفر حظوظ كبيرة للقب العربي. وسام العابي كرة في وسط الميدان تتهيم العابي يلعب كرة لخليل شمام لانطلاقة من شمام والتغطية موجودة من الدفاع المغربي هنري بيانفينو. الترجي بين فكي لقبين بين أربع أيام نقول مهمة وتاريخية في تسعينية العاصميين. اليوم أبطال العرب والأربعاء بعدما تأجلت البطولة بيوم نتيجة قرار لجنة التحكيم الرياضي الكناس سيكون نهائي البطولة أيضا. كيف سيلعب الترجي؟ كيف سيوظف إمكانياته لحدثين كبيرين ينتظروه كل الترجيين في أربع أيام في 96 ساعة تكتب الأمجاد يا عبدي. الكرة الثابتة الأولى بيضاوية كرة للواك محاولة الانطلاق عن طريق اللعب رفيق عبد الصمد الضارب القوي في تشكيل الوداد. نلعب في دقيقتين البداية ستكون مؤثرة للخواتيم في هذا العنوان العربي في الثوب المغاربي في شكل نهائي كأس. تمشي كرة والدفاع التونسي يصد الكرة ترجع من وسام الدراجي 4-4-2 كلاسيكية لفريق الواك. الترجي يلعب بتعبئة خط الوسط يلعب بأكثر من لاعب ارتكاز اثنين السويسي والقربي ويحاول يلعب على المرتدات في محاولة استغلال قوة الرامو ومهارة الدراجي. هنا خطة واضح ضد النيجيري مايكل الرامو. كرة ستعود لفوزي البرازيل. طبعا طبيعة الديربي عنده خصوصياته عنده حساباته. لقاء ديربي يتلعب على جزئيات يتلعب على الحضور الذهني يتلعب على التوفيق في 90 دقيقة من الماتش لابد من التركيز الكامل. هذه الوصفة السحرية للانطلاق في مباريات الأجوار في الفوز بمباريات النهائيات في اللقاء المغاربي بين الوداد البيضاوي وبين الترجي التونسي. هو رافيس الميدان عن طريق البرازي يعمل اللعب الفريق الودادي في كرة طويلة تمشي مصطفى بيضوضان محاولة الانطلاق بيضوضان يعمل كنترول اكس النادي الافريقي في تونس يلعب كرة خطيرة ملعوبة صعبة جدا والدفاع يتصدى والحكم يقول العب. كرة كانت خطيرة جدا كانت كرة خطيرة على الفريق الترجي. الوداد اكيد قلت متسلح بالعزيمة متسلح بالحرص على اسبقية في الماتش الاول. ايوب سكومة وسام العابدي الصورة واضحة امامكم بسمة قال العب محسن يحكم السوري الدولي. مصطفى بيضوضان اكس النادي الافريقي مثل ما كان الشهير عبد الجليل حدا كاماتشو علاقة المغاربة بالدوري التونسي طويلة ومثيرة جدا. الترجي ايضا ضم في صفوفه الثنائي في اخر الالفية كان اللاعب محمد البدراوي والاشهر طبعا بوشا هشام بوشروان. اسماء ودادية ايضا لعبت في النادي الاصفاقسي نذكر عبد الحق العريف ثم حاليا رضوان الجوهري ويطلق عليه مارادونا. نرجع المباراة مباراة التكتيك بين البنزرتي والزاكي. يرجع اللقاء على خط جديد الفريق الودادي. الوداد 36 بطولة في تاريخه يعتبر أكثر أندية المغرب تتويج في سجله 11 دوري وفي العادات الودادية يقول لك 16 لأنه في خمسة تحتسب ما قبل الاستقلال. الجدل نفسه اللي في تونس هل نحسب البطولات ما قبل استقلال او لا. بينما هو كرة يستقل بها الوداد على اليسار والعابدي يعمل تغطية ممتازة ممتازة من العابدي على رقم 5 في التشكيل او رقم 19 حماد الوالي لكن ركنية. بداية قوية من وداد كازابلانكا هذا منتظر متوقع. الكتيبة الحمراء تعسكر وتحاصر مواقع الترجيين في اول دقائق المباراة. ركنية يمشي لتنفيذها رفيق عبد الصمد. رفيق عبد الصمد في كرة ثابتة خطيرة جدا تمشي بعيدة 6 امتار للحارس حمدي القسراوي. هذه المباراة العربية رقم 40 في تاريخ الترجي التونسي اللي في سجله لقبين على المستوى الاقليمي عام 93 كأس الأندية البطلة وعام 96 السوبر العربي بطولة النخبة وفي المرتين كان الربان والكابتن هو فوزي البنزرتي. هل يقود فوزي البنزرتي الترجي للقب عربي بعد 13 سنة من الغياب عن الأمجاد الإقليمية؟ ترجي من عام 2000 إذا استثنينا طبعا نهائي اليوناف شمال أفريقيا هذا الموسم ضد جي اس ام بي فريق بجاية الجزائري
فانه عنده مده ترجي ما لعبش نهائي البطولات الكبرى على المستوى الافريقي والعربي، تحديدا من عام 2000 لما خسر الفاينل ضد الهارتس اوف اوك الغاني. بالنسبه للوداد العام الماضي كان لعب نهائي البطوله، خسر دوري ابطال العرب ضد الوفاق الصيفي، هذا العام وللثاني على التوالي يصل الوداد لنهائي امجد الكؤوس العربيه. تمشي كره طويله ملعوبه لفريق الوداد سهله لنادر المياغري رب ضارة النافعه، انصاب الحارس كريم فكروش، وجد الزاكي العملاق في الحارس المياغري خير انيس وخير جليس للمرمى الودادي. تمشي كره طويله ترجع بالراس باهي من جونفيي، ورا توقف في الميدان ممتازه من وليد الطايف، في خطا للحكم يقول ادفانتج. تمشي الكره اولويه ميراج فيها خطا الحكم السوري، والكره بذكاء من جونفيي بيكونكو بيسالا اللاعب القادم من فريق تو بويسون مازيمبي، فريق الكونغولي الشهير اللي كان اسمه الانجل بيرت لومبمباتشي. مايكل الرامو ترجع من سكوما، ايوب سكوما ما زلنا في بدايه المباراه، برشا التوتر شد اعصاب واضح في اداء الفريقين، الكره ما تخرجش بسهوله، تمريرات مقطوعه من الجانبين، ما زال الترجي ما دخلش في النهائي والوداد يحاول يباغت في البدايات. كره طويله تمشي تماس للترجي من جهه الباك رايت لي جونفيي بيكونكو، قلت هذا اللقاء رقم 40 على المستوى العربي للترجي اللي يلعب رابع نهائي على المستوى الانديه الابطال في الكره العربيه. 86 خسر ضد الرشيد، 93 ربح المحرك، و95 كان خسر ضد الهلال بهدف يوسف الثنيان. يوسف الثنيان في النهائي الشهير في عام 95 في الكره اللي راس راس قدور بالاحسن حط الشبكه كره هدف لصفر شبكه فارغه واهدر الهدف اللي كان ممكن يقلب مصير ذاك اللقب. يمشي اونري بيان فوني حول المرمى، الدفاع المغربي يتصدى، ستبقى الكره ترجيه تونسيه. الترجي التونسي الوداد البيضاوي المغربي شعبيه وعراقه واصاله وتاريخ، هذا النهائي الاحداش اللي يجمع المدرستين والكرتين التونسيه والمغربيه. الترجي عام 99 كان خسر النهائي الوحيد ضد المغاربه ضد الرجاء في الشامبيونز ليج، بينما هنا التسديده ذي على فريق الترجي التونسي. والوداد ايضا في عام 99 في نفس العام كان خسر النهائي الوحيد اللي لعبه ضد التوانسه ضد ليتوال في كاس الكاف، هدف في الغضبان. تمشي كره في وسط الملعب، الوداد البيضاوي هل يصمد ويؤكد دفاعين انه لا؟ تمشي كره ممتازه ما فيش اوف سايد، ينطلق مايكل الرامو خطيره جدا، فرصه وخطيره وامكانيه وهدف فظيع، مايكل اوري والهدف الاول، الهدف الاول لكن اوف سايد، تسلل يقول الحكم المساعد السوري. هنا خطوره الترجي في وقت الحديث على ان الوداد هو الدفاع الاقوى في الدوري المغربي، قبل كان 10 اهداف وفي الدوري ابطال العرب قبل كان 4 اهداف. كرة خطيرة مش ممكن تضيع لكن ضاعت على الترجيين. هذه كرة ممكن تخوف الواك. المرتدات بتاع الترجي تبقى خطيرة. ترجي اللي تاريخيا عمره ما سجل، ما فيش اوفسايد، الأمور واضحة هنا. خرج بيان فونو، هناك كان ممكن يخلص. برافو المياغري رجعها. شوف كان خواف اونري ما تساقيه في الصحيح. ما لعبش كرة رجال في هذه اللقطة. ترجع الكرة من مايكل الرامو. الرامو يهدر هدف. المياغري يخطى الكرة يسجل اونري ولكن هدف ابيض للاصفر والاحمر الترجي. 9 دقائق في الشوط الاول ان شاء الله لاباس بالنسبه لنادر المياغري. شوشان يحكي مع البنزرتي كان يقول له هذه ضربتنا الاولى. ضاعت اذا الفرصه الاخطر في عنوان النهائي المغاربي بين الترجي والوداد. قلت الوداد قبل كان 10 اهداف في البطوله المغربيه 25 ماتش، ثم في البطوله العربيه قبل كان 4 اهداف. نعطيك معلومة أخرى، في 18 مباراة في كازا الوداد قبل كان 4 أهداف، يعني عنده دفاع قوي، نقطة قوته هي دفاعه، نقطة انطلاقته نحو النجاح هي الديفونس. ترجي أول فرصة أول كرة. شفتوا الأجواء بين الأشقاء هنا في ديربي كازابلانكا، ليست المرة الأولى ولن تكن حتما الأخيرة هذه المباراة في ديربي المغاربيين. إذا أول كرة وأول عنوان لإمكانية التألق التونسي هذا المساء. 10 دقائق لعب فرصة كبيرة ضاعت وهدف أبيض يلغى لأونري بيان فوني. تمشي كرة في وسط الملعب، ترجع الكرة عن طريق خالد سقاط، يلعب الكرة في الوسط الكابتن هشام الويسي، يطلع الترجي بريسينج في مناطق الوداد، ترجع عن طريق الحارس نادر المياغري. المياغري طول كرة طويلة، 10 دقائق في الشوط الأول،
0 0 هنا في كازابلانكا. الترجي يلعب الكره الطويله في العمق، محاوله الوصول لهنري، هنري يتدخل حماد الوالي وفي خطا. حكم السوري محسن بسمه يقول كره ستعود للوداد البيضاوي عن طريق وبطريق فوزي البرازي او تماس. رمية جانبية في كلتا الحالتين كرة ودادية. الوداد عنده ثالوث هو سجل أكثر من نصف الأهداف، 21 من 39، 10 بيضوضان، 6 رفيق عبد الصمد، 5 هشام جويعة. هشام جويعة اللي في استقبال والي البيضاء والي الدار البيضاء إلى الفريق الودادي في هذه الأيام كتشجيع منه لفريق الواك من أجل النهائي العربي. كان تم إهداء الوالي رقم 9 قميص هشام جويعة اللي سجل هدف الانتصار في الديربي على الرجاء وسجل هدف اول في مرمى سي اس اس في السيمي فاينل العربي. كره لفريق الترجي التونسي، كره ستبقى للترجي. اللقاء بدا ياخذ منحى اخر من ناحيه الحماس ومن ناحيه الاندفاع المبرر بطبيعه الحال في لقاء كبير، في لقاء ديربي. كل فريق يحب يربح، هذا حقه، كل فريق يحب يوظف امكانياته للنجاح، كل فريق يدعو لنفسه بالنجاح، فمن سيظفر بالبطاقة الأغلى؟ شاكل مليون دولار والأهم من هذا لقب زعيم العرب. دقيقة 12 والترجي عنده خطوط الكرات الثابتة من خلال يساري يمشي التنفيذ أو باليمين القري، لن يكون خليل شمام كالعادة بالتنفيذ، ستكون كرة باليمين داخلة على مستوى الستة أمتار من خالد القري. يمشي بالكرة خالد القري، يلعب كرة بعيدة وسيئة، سيئة كانت الكرة الأخيرة من خالد القربي لتبقى بحوزة الواك والوداد عن طريق نادر المياغري. فريق الودادي في دوري أبطال العرب لم يقبل أي هدف في كازا، عرف لغة واحدة، نغمة الفوز. 3-0 على شباب الأردن، 2-0 على الاتحاد الحلبي السوري، 4-0 على الوحدات الأردني، و2-0 على السي اس اس. إذن عنده أسبقية معنوية في النصف النهائي الوداد بإزاحته لفريق تونسي في حجم النادي السويقسي بطل الكاف. هناك نوع من الثقة في الأجواء المغاربية أو المغربية بخصوص هذا اللقاء، لكن مع الحذر. آخر تصريح للزاكي يقول النهائي سيلعب في تونس. تمشي كرة خطيرة تجمع الدفاع، كرة كانت صعبة على الترجي من هشام جويعة أو كرة رفيق عبد الصمد. هذا لاعب يضرب منيح، لاعب ممتاز جدا رفيق عبد الصمد، لاعب في فورمة في آخر المباريات. ترجع الكرة عن طريق حماد الوالي، ترجي لحد الآن يؤدي المباراة اللي يلزم يؤديها هنا في كازا بمناسبة النهائي الأول. تمشي كرة من فوزي البرازي، فوزي البرازي كرة طويلة، كرة طويلة، مباراة أعصاب، مباراة حذرة. نعم الوداد اليوم في وضعية مفروض عليها أنه يعمل اللعب، أنه يلزم يسجل، وبالتالي باش يعطي مساحات لزملاء خليل شمام. هذا المطلوب من الترجي استغلاله وإحكام تنفيذه في لقاء ديربي كازا تونس. باسكال يضغط الترجي في منطقته، يمشي الكرة ممتازة، الدور مليح لكن امتياز لجونفييه. جونفييه يربح لمسة يد فريق الترجي، يربح فاول مخالفة لفريق الترجي، محاولة المباغتة لكن فيها تسرع والكرة تضيع. 13 دقيقة لعب الشوط الأول، ما زلنا في لحظات أفضل، ما زلنا بانتظار ريتم أحسن في هذه المواجهة المغاربية في نهائي أبطال العرب. رسم المباراة الأولى في رهان من سيد العرب. ترجي الرياضي التونسي تاريخيا في المغرب بانتصار وحيد ضد الماس، ضد المغرب الفاسي، هدف بوعزي في ديسمبر الماضي. والترجي يبحث على فكرة على أول هدف ليه في استاد كازابلانكا، لأنه ولا مرة الترجي سجل في هذا الملعب الكبير. يمشي كرة ملعوبة فيها خطأ، فيها مخالفة موجودة بالفعل. الحكم المساعد السوري حمدون تمام يؤشر بوجود خطأ للترجي. ترجي قلت بادي مليح، لكل لقاء ظروف، لكل لقاء حسابات، ولذلك منذ العنوان الأول قلت لك الوداد من أجل الكونفيرماسيون كتأكيد لنتائجه المتميزة في آخر انتصاراته سواء على صفاقسي أو على الرجاء في الديربي، أول فوز في الديربي من 3-4 سنين بالنسبة للواك. بخصوص الترجي من أجل الرياكسيون في أعقاب الخروج من كاس تونس. تمشي الكرة لخالد شمام، حمدون تمام يقول تنظيم جدار دفاعي، كرة تبقى خطيرة ملعوبة بالراس، صعبة جدا، فرصة كانت للترجي. الترجي خطير ويربح خطأ الوداد، يربح خطأ الوداد، لكن الترجي في الربع ساعة الأولى ممكن نقول يعمل في اللي يلزم يعمله في نهائي بهذا الحجم في بطولة بهذه القيمة. إصابة سليمة إن شاء الله لمصطفى بيضوضان.
بيضوثان يرجع يساند الدفاع البيضاوي. حذاري من البدايه لانه دائما كانت بداياته متعسره، لكن الرويده الرويده الفريق يعرف يدخل في المباراه والمباريات ويولي صعب المراس. ترجع كره وسط الميدان، الترجي سبق على الكره، الجرينتا موجوده، يمشي هنري بيانفونو، بيانفونو يلعب الكره للسويسي، زين العابدين السويسي خرج كره توصل التايب، وليد التايب في الانطلاق في الانتظار، التايب يعمل الثرو لا يرجع، زين العابدين السويسي، سويسي في وسط الملعب للترجي التونسي عن طريق التايب، التايب يمشي الكره في انطلاقه خطيره لو مرت، ركز شويه هنري مايكل، ثم برشا بطء في الدفاع الوداد. من الواضح جدا هذا الانتباع بعد ربع ساعة لعب في استاد كازابلانكا. جمهور الوداد أكثر من 60,000 يحاول يسند فريقه في هذه الفترات الحرجة. أقول أن الترجي متفوق بوضوح لكن ماسك اللعب، والترجي هو اللي يقوم بالمباراة حاليا. ينطلق الفريق التونسي عن طريق التايب، وليد التايب، والكرة تخرج برا تماس، رمية جانبية للوقت في تماس للوداد البيضاوي. كرة تبقى في نصف الملعب عن طريق اليساري خالد سقاط، سقاط يلعب لهشام الويسي، هشام الويسي يرجع بالكرة للحارس نادر المياغري، تمشي الكرة مرة أخرى للكابتن، يلعب هشام الويسي. الترجي في المغرب أول مباراة بالنسبة له ضد الفار عام 71، جيل عكاشة والكامل، جيل أيضا كبير كان للترجي، مختار الجابسي، الهمامي، عبد القادر قدور، تميم، عبد الجبار مشوش. كانت النتيجة 0-0 في الرباط. أول انتصار للترجي كان 2009 أو 2008 في ديسمبر 1-0، هدف بوعزي في الدقيقة 94، بينما إصابة إن شاء الله سليمة، وهذه الروح الرياضية من البرازي يطمن على أونري بيانفوني، وإحنا نطمن إن شاء الله على مصطفى بيضوضان. الوداد بمعلومة مهمة، لا يتعادل ضد التوانسة في كازا، يا يربح يا يخسر، ربح 5 مرات خسر مرتين، في المرتين انهزم من النجم الساحلي عام 89 في إطار عربي 3-1، وعام 2003 في كادر إفريقي 1-0 هدفه بياكور. هذه بعض المعطيات التاريخية اللي تخلينا في جو المباراة، في جو الديربي المغاربي. عاشر نهائي لنادي تونسي في أمجد الكؤوس العربية، الرابع للترجي، 3 للإفريقي، 3 للصفاقسي، بينما الأندية المغربية للمرة السادسة في نهائي البطولة العربية الأهم، الأندية البطلة أو حاليا الاي سي ال العرب شامبيونز ليج. على فكرة الوداد عنده 20 سنة من اللي ربح البطولة العربية عام 89، كان نظمها في كازا وربح في النهائي الهلال السعودي. هنا الأجواء وهذه الجماهير التي حضرت لاستاد محمد الخامس، استاد دونور سابقا، من أجل تشجيع النادي التونسي في اللقاء المغاربي في الإطار للنهائي العربي. تمشي كرة ثابتة، كرة ثابتة سلاح اليوم، كرة ثابتة عنوان للمرور وللتألق، عنوان للفوز بهذا النهائي أو التمهيد للكأس والأميرة السمراء العربية. تمشي كرة بتسديدة ما تمرش، ما تتعداش، ترجع من وليد التايب في وسط الميدان، يغسل الكرة يربحها رفيق عبد الصمد. خطورة الوداد في هذا المثلث، جويعة، عبد الصمد، بيضوضان، ترجع الكرة من السويسي، ترجي يحاول يلعب على الكونتر اتاك، تمشي كرة في وسط الميدان، ماسك اللاعب الفريق التونسي، يمشي دراجي، دراجي يلعب كرة على اطراف خطيرة جدا عن طريق مايكل الرامو، ما فيش اوف سايد لكن الكنترول سيء جدا من النيجيري مايكل الرامو. الوداد البيضاوي عنده أخطاء في البوزيشن، تمركز مدافعيه. الوداد اللي قلت تاريخيا لعب مع أكبر أندية العالم، لعب مع الريال، لعب ضد البارسا، لعب ضد ليفربول، ضد الاياكس امستردام، ضد انترناسيونالي ساو بولو البرازيلي، كان من خلال دورات كانت تنظم سنويا في المغرب، دوره محمد الخامس. مع الاسف هذه البطوله افتقدناها على المستوى الدولي نتيجه ضغوط الرزنامه ونتيجه امور اخرى بطبيعه الحال. بينما تمشي كره خطيره جدا، يحاول الدفاع المغربي ينقذ الكره بخارج ركنيه، بامكان الترجي التسجيل في هذا اللقاء. خالد سقاط، البدايه صعبه جدا على الواك، تقريبا السيناريو اللي شفناه في ماتش صفاقس، اول نصف ساعه الوداد كان ضايع، ثم الوداد ركب المباراة وكان أفضل. لذلك الترجي عليه أن يستغل هذه الفترة الحرجة اللي مر بها الفريق الودادي نادي كازابلانكا. تتهيأ الكرة من ركنية، أول ركنية في المباراة، هل تأتي بأولى الأهداف؟
الراسيات دربال يلعب للراجم الخلف. محاولة الانطلاق عن طريق شمام. شمام يلعب كورة خطيرة جدا تمشي بالراس. ركنية ثانية. ركنية ثانية مع ضغط الترجي الواضح. فوزي البرازي خرج كورة في الكورنر. 20 دقيقة لعب في الشوط الأول. الترجي مر من الفترة اللي كان من المفروض أنها تكون صعبة. الكل انتظر الوداد ضاغط يعمل بريسينج على الترجي في مناطقه في بداية الماتش. هذا ما تمش. الزاكي يعمل حسابات والماتش طويل. الترجي يحصل الركنية الثانية. خاد القرب يمشي للتنفيذ. فمن سيتكفل ونحلم معه بالتسجيل. في كارت أصفر. في انذار ممكن مشترك أو تنبيه شفوي. يكتفي بالتنبيه. يكتفي بلغة اللسان الحكم السوري محسن بسمة. بينما الترجي يتكفل بالأقدام عن طريق وفي طريق القربي. يمشي خالد القربي يلعب كورة بالرأس خطيرة. فرصة كبيرة. فرصة كبيرة ضاعت على مايكل الرامو. 20 دقيقة لعب. إن شاء الله الترجي نصيبه يكون غير نصيب السي اس اس في السيمي فاينل. لأنه السي اس اس كان أيضا مسيطر فيه نصف ساعة. ثم تغيرت المعادلة والمباراة وزوايا القمة المغاربية. هل يستغل الترجي هذا الظرف الصعب للوداد أم أن الواك سيعود في أقرب وقت ممكن للقمة في النهائي العربي؟ تمشي كورة في وسط الميدان. ملعوبة لهشام الويسي. الترجي يستنى الوداد في وسط ميدانه. يمشي الكرة يخرج للضغط خالد القربي. الويسي في وضعية صعبة. القربي يكمل الضغط يلعب بالنار الحارس المياغر لكن مر منها بسلام. تمشي كرة طويلة ترجع راسية لمن؟ للفريق الودادي هشام شويعة. شويعة يعمل كنترول يوقف الكرة يتعدى بجونفيه. ترجع الكرة عن طريق التايب. محسن بسمة قريب الكرة لعب. وليد التايب يعكس الهجوم. الترجي يلعب كرة طويلة خطيرة جدا لبرازي ومايكل. لبرازي والرامو فوزي خرجها. تمشي كورة ما زالت للتماس للفريق التونسي. الترجي لحد الآن ممكن نقول يتفوق تكتيكيا في هذه المواجهة بين الاسمين الكبيرين الزاكي وفوزي البنزردي. تمشي كورة بس الميدان. محاولة الانطلاق عن طريق الدراجي. دراجي خطير جدا يلعب كورة صعبة للرامو. والدفاع الوداد يتصدى. الدفاع الوداد يتصدى والترجي يأخذ ثقة أكثر. وخطأ موجود. خطأ موجود صحيح من يدفع من الخلف للاعب هشام شويعة المهاجم الخطير السريع في فريق الوداد وباسم وراسم الانتصارات الودادية في آخر المواعيد سواء في دوري أبطال العرب أو في الديربي البيضاوي ضد الرجاء. حمادة الوالي فوزي البرازي. حس في دفاع الوداد فقيد شوية. غياب عصام العدوى سيؤثر حتما إنه هو اللاعب اللي كان رمانة خط الدفاع لاكس متاع الواك. لبش كرة طويلة بالرأس العابدي. العابدي يلعب كرة طويلة في وسط الميدان. الترجي يخسرها. البرازي يكسبها يلعبها يربحها. في كرة يطولها للدفاع التونسي مرة أولى. في كرة ثانية عند خالد القربي. القربي كرة طويلة تمشي بدون عنوان. المستوى الفني طبعا لا ننتظر منه الكثير في هذه المواجهة العربية في إطار النهائي لقيمة الرهان ضغط الأعصاب وحساسية الديربي في كل مكان. فوزي البرازي. أسماء كبيرة حتما في التاريخ مرت من الفريق البيضاوي من بادو الزاكي الداودي عزمي فخر الدين عزيز بودربالة المهاري لحسن البرامي بدر القدوري حميد ترمينة عبد الله الصابير من الأجانب لعب فيها موسى نداو وحمزة ياسف الجزائري لعب شبكة قبيل. بينما كرة تتهيأ يمشي كرة للفريق الودادي خطيرة جدا صعبة إمكانية وكرة تخرج من قلب المرمى صعبة جدا. ومرة ثانية ومرة ثالثة مش ممكن. كانت كرة خطيرة جدا. كانت كرة خطيرة جدا على فريق الترجي. الكرة الأصعب للوداد. قلت لك الوداد فريق بسرعة يدخل في أجواء المواجهة وأجواء النهايات. هدف أكيد. هدف أكيد يضيع الوداد. القصراوي شويعة خرجها شمام من قلب المرمى مرة أولى. مرة ثانية ضربها بذوبان تخرج. مرة ثالثة من اللاعب خليل شمام. فرصة كبيرة الوداد. الكرة الأخطر. هذه الكرة باش تحرك الجمهور. شوف أيوب سكومة في المرمى إلا شمام رأي ثاني. برافو خليل مرة أولى. ممتازة شمام مرة ثانية على مرتين في المناسبات الثلاث. الترجي يخرج من هدف محقق من الفرصة الأبرز في النهائي للفريق الودادي. كان ممكن هدف من الوداد. خليل شمام يستأسد ويستبصر على الكرة. 24 دقيقة لعب في الشوط الأول. إمكانية تغيير. سنرى وننتظر. هكذا تحدث الداودي مع الزاكي
وما أحد لاعبي الوداد. سيضطر الزاكي لتغيير الدرار يا أولاد. هذا العاشق للوداد ينتظر فرحة بيضاوية، ونحن بطبيعة الحال ننتظر فرحة ترجية تونسية. 25 دقيقة لعب في الشوط الأول، الكرة لا أخطر في المباراة، السيناريو الأقرب لفتح باب التسجيل. انتبهوا من الوداد، احذروا الوداد. الوداد في يوم استثنائي لأنه البارح الانيفرسير، البارح عيد ميلاد وداد الأمة كما ينطق عليه في المغرب، وداد الأمجاد في لغة أخرى وفي منطقة آخر. لذلك حذاري، الفريق عنده الموتيفاسيون، عنده الحافز، يلعب نهائي عربي، يلعب الماتش الأول في كازا، يلعب في فترة زاهية من الانتصارات والأداء المتميز للفريق الزاكي، ويلعب في يوم عيد ميلاد التأسيس للفريق البيضاوي. سلامات اطمنا بالنسبة للاعب خليل شمام في انتظار اللاعب الودادي هشام جويعة. إن شاء الله السلامات كانت بين حب المدافع للإنقاذ وبين حرس المهاجم الغريزي للتسجيل. الوداد البيضاوي يلعب على ثلاثة وجهات، هو الثاني الدوري المغربي حاليا، عنده لقاء مؤجل بعيد تقريب 6 نقاط على الرجاء في الصدارة. في الكأس، كأس العرش في المغرب موجود بعد الترشح على يوسفيت برشيد 4-1، موجود في الثمنيائي، سيلاقي نادي المغرب الفاسي. بالنسبة للبطولة العربية، هو يلعب نهائي أول بانتظار الحسم في رادس. تمشي كرة طويلة ملعوبة لراسية بيضوضان، التغطية من الدفاع التونسي عن طريق خليل شمام. اليسار يلعب كرة دراجي، دراجي وفي خطأ لأسامة دراجي، في فاول أسامة دراجي، ثقة كبيرة من الحكم السوري على خطى بوذو وخطى جمال الشريف. بينما هنا فوز البنزرتي ينبه فريق الترجي كما نبهته من خلال التعليق، هو حاس اللعبة الكل، حاسس أنه تعطي فرصة الوداد، الوداد يركب المباراة، يطلب من لاعبيه أكثر جرينت، أكثر روح، أكثر التزام، أكثر انضباط. يمشي كرة من زياد الدربالي، زياد الدربالي يلعب كرة، الدفاع البيضاوي يرد الكرة الأولى، ترجع الكرة بالرأس في الميدان السويسي، سويسي مرة أخرى ينطلق للترجي عن طريق أونري بيانفونيو في خطأ للوداد. في برشا لعب متقطع، في برشا فاولات من الجانبين، طبيعي جدا، قلت هذا فينال وهذا ديربي، هذا ممكن تشوفوه في المباراتين. يرتفع النسق في بعض اللحظات، لكن معظم الوقت المباراة في وسط الميدان منحصرة، المباراة فيها برشا تقطعات في الريتم وبرشا أخطاء، كل فريق يمنع الثاني من البوسيسيون تاع الكرة. ترجع الكرة للفريق الودادي، عنده مساحة حمادة الوالي، ينطلق من اليمين، تمشي كرة وتسديدة ترجع من الدفاع التونسي، رجعت من الدفاع التونسي بعد الكرة فريق الترجي، برشا كرات ديشي في اللعب لفريق الترجي الآن، كرات تخرج بعيدة من غير استغلالها، من غير التركيز في نسج المرتدات الكونتر اتاك اللي عول عليها كثير اليوم الكوتش فوزي البنزرتي. بينما هنا ان شاء الله السليمه بالنسبه لهشام جويعه، يمشي يطمن عليه حمدي القصراوي، هل سيعود هشام جويعه؟ هذا ما نتمناه. المباراه نحب اللقاء يدور في ظروف يعني متوازي الفريقين. ترجي يظهر لي بعد 20 دقيقه الاولى كان ماسك اللعب، الدقائق الخمسه الاخيره في ما تلا او ما سبق فرصه جويعه وبيضوضان كانوا نوع من الغفله، كانوا نوع من الشرود على الترجي ان يعود في هذا اللقاء. يمشي كرة طويلة، بيضوضان يلعب الكرة عن طريق اللاعب باسكال، باسكال من غير خطايا قربي، يمشي كرة خادر قربي، يستبصر خادر قربي، يمشي الرامو، أسامة الدراجي، الدراجي فما مساحات، فما إمكانية انطلاق عن طريق بيكاسو، الكرة العربية دراجي، دراجي عنده كرة ممتازة، ياخذ أسامة الدراجي، بانطلاقة ثلاثة كرات وفي خطأ، في خطأ واحد على ثلاثة يربح فاول أسامة الدراجي، خطأ ضد رفيق عبد الصمد. اخر بطوله كبرى حققها الترجي عام 98 كاس الكؤوس في افريقيا، واخر لقب وانجاز خارجي وصلوا الوداد كان عام 2002 كاس الكؤوس ايضا في افريقيا الوينس كاب ضد شانتي كوتوكو. الترجي كان ربح بريميرو اغوستو. هل يسجل الترجي لاول مره في هذا الملعب، ملعب محمد الخامس، يلعب فيه مرتين، مره ضد الوداد خسر 2-0 ومره ضد الرجاء عمل 0-0. الرجاء 2006 لانه نهاية 99 بين الترجي والرجاء للشامبيونز ليغ كانت لعب في البيرجيكو، في استاد البيرجيكو. يمشي مايكل الرامو، الرامو يلعب كرة ويخسر الوضعية، مش في فورمة كبيرة، مش مفورم اليوم مايكل الرامو، على الأقل في نصف ساعة ماهوش مايكل اللي عاهدناه. كرة أخرى يخسرها الترجي
بينما سليمة بالنسبة لهشام جويعة مركز يرجع المباراة. محسن بسمة يطمن على اللاعب المغربي ويقول ارجع للقاء الديربي في النهائي العربي. هشام الويسي هل يسجل الترجي؟ قلت أول مرة في استاد كازا. هل يقبل الوداد أول هدف لي في أبطال العرب في استاد كازابلانكا؟ ترجي على فكرة ولا مرة انتصر في النهائيات خارج ميدانه، إفريقيا عربيا يا يخسر يا يتعادل. إن شاء الله اليوم يكون استثناء في بطولة استثنائية الحقيقة، بطولة مميزة جدا. ينطلق الرامو، الرامو ياخذ كرة مايكل، مايكل الرامو، ينطلق الرامو، الرامو يسدد ويسجل الهدف الأول الرامو. سامحني يا مايكل، آسف يا مايكل، ديزولي يا الرامو. مايكل الرامو يفتح باب التسجيل، الترجي مرة من هنا والرامو خرج ولكن عاد. 1-0 لمايكل الدبابة الرامو، هدف أول الترجي التونسي في نصف ساعة. في وقت الحديث عن السؤال، نعم بالنشوة أحكي طبيعي جدا، بالاعتزاز والافتخار كتونسي أحكي طبيعي جدا. نعم يا مايكل، في وقت الحديث عن سؤال للترجي، في وقت الحديث عن استفسار لدى الوداد، ها هو مايكل يسجل، ها هو الرامو يفتح باب التسجيل. 1-0 الوداد، 1-0 صفر الحمراء. إذا 1-0 عن طريق مايكل الرامو، الرامو على الويسي. قلت منذ انطلاق عصام العدوى سيترك مكانه، ينطلق الرامو يضرب ويسجل. 1-0 في مرمى الوداد، في مرمى الحارس نادر المياخي. هدف مهم جدا الآن، الهدف اللي جعل الترجي يسجل سجل، الآن بإمكانه تحقيق نتيجة أكثر من ممتازة. 1-0 في نصف ساعة للترجي الرياضي التونسي عن طريق مايكل ماستر الرامو، بينما الكوتش البنزرتي هي خسرة التدريب يا فوزي. المباريات الصعبة تلعب من هنا، الله يعين كل المدربين في الوطن العربي. الزاكي في وضعية أخرى بالنسبة لبنزرتي في وضعية تسبقية، لكن ما زالت المباراة. ينطلق بيان فينو، يمر أوري خطيرة جدا، أوري فرصة والهدف الثاني كان قريب. الترجي في دقيقة كان ممكن ينهي الحسم بالتاج العربي. ترجع الكرة رفيق عبد الصمد، الآن مباراة أخرى، الآن مباراة أخرى. الترجي يركز، الوداد من أجل العودة والتماس للترجي الرياضي التونسي. مباراة صعبة وصعبة جدا على الفريقين. ترجي يكتسب من الخبرة شيء كبير، رغم أنه معدل أعمار هذا الفريق ممكن في 22-23 سنة. البيبي ستارز، النجوم الأطفال بين قوسين، لكن هم رجال وملعبية كبار بطبيعة الحال، لكن نحكي على العمر على السن. الترجي البيبي ستارز يبدأ ممكن جيل جديد، يبدأ اسم جديد وعهد جديد. تمشي كرة شمامة بعيدة. إذا الوداد جاته كرة، 1-0 أكيد ضاعت بفضل هذا اللاعب خليل شمام، خرج الكرة مرتين من المرمى. الترجي في الكرة اللي جاته ما فلتش، مايكل الرامو يسجل رابع أهدافه في الاي سي ال. تمشي كرة عن طريق خالد سقاط، خالد سقاط يوزع كرة، ترجع للترجي عنده برشا مساحات. الآن اللعبة تكتيكيا تمشي في صالح العاصمين الترجيين، الفريق التونسي ينتظروا كل الجمهور التونسي من بنزرت لسفاقس للمستير السوسة للكاف الباجة الجندوبة القصرين تطاوين الكل القيروان المهدية كل ولاياتنا المدنين، الكل ينتظر بقطع النظر على الشعار اللي عنا في بيوتنا هناك، بقطع النظر على الشعارات والفانيلات اللي راسخة في قلوبنا هناك. لكن اليوم أتمنى أن نكون بقلب واحد، صف واحد، كلمة رجل واحد، والواحد يسجل 1-0 عن طريق الرامو مايكل. إذن الهدف الأول، فرحة كبيرة لجمهور الترجي، أكثر من 2000 من المناصرين. نرجع المباراة ونركزوا على اللقاء. ينطلق الفريق البيضاوي، الترجي متفوق في اللغة البدنية للماتش، متفوق على المستوى البدني. برافو يا خليل الشبابلي البريباراتور المعد البدني للترجي. بصراحة في تونس فما معدين بدنيين ممتازين جدا، وسيم علا في السي اس اس، جلال هرقلي في الادوال، عندنا ايضا كريم الشماري في النادي الافريقي. حقيقه كلهم يعطيهم الصحه لانه يقوموا بعمل ممتاز. اذا توصل بعد 45 مباراه الترجي في الفورمه هذه ان شاء الله يكمل، يعني الامور 10 على 10. بالمقارنه اليوم الترجي لعب مباراه 42 في السيزون، بينما الوداد 35، ورغم ذلك تحس
الفارق مش موجود، الترجي ذهنيا وبدنيا مركز بالرغم انه يوم الاربعاء عنده موقع صعبه اسمه الشامبيون. يتقدم الترجي من هجمه مرتده خطيره جدا، يور مايكل الرامو، الرامو يدخل 18 رامو كنناني، يرجع السويسي ياخذ كوره والحكم يقول خطا، يقول خطا هذه المره الوداد. الرامو استعمل ايديه، محسن بسمه يحكي مع الرامو، وخطا موجود على فوز البرازيل. تمشي كرة طويلة، يقع في الكرات العالية الفريق الودادي، تمشي البيضوضان، الدفاع التونسي عند رق شمام، شمام مصطفى بيضوضان، حذاري من هذا النجم، مصطفى بيضوضان يلعب الكرة عند طريق خطيرة ممتازة كانت طويلة، طويلة شوية كانت على باسكال، في الأصل طويلة برشا على باسكال البنيني، ترجع كرة للترجي، تبقى في 35 دقيقة، صفر الوقت، واحد أو إس تي. ستين ألف كلمة واحدة أيضا، وداد وداد اسمع على الترجي يتسلح بالعزيمة والإصرار. ترجع كرة باسكال، باسكال من غير خطا، من غير خطا ما فيها شيء، ما فيها شيء، ما فيها شيء بالفعل. الحكم السوري محسن بسمة منامز الحكام العرب في انتظار حكم الإياب سيكون الإماراتي علي حمد. شوف الكرة من الأول قلنا ما فيها شيء، وكلام سليم، ليس بلغة الانتماء نتحدث، ليس بلغة الباسبور أتكلم، ليس بلغة الحنين إلى الأرض أروي وأحكي، وليس بلغة الانتماء الوطني أعلق هذا المساء. يعني كرة سليمة هذه، موضوعية ما فيها ولا شيء. حق الدراجي خذاه، يرجع الدراجي في حقوق الهجوم عن طريق الدراجي، دراجي الرامو خطير جدا، خطير جدا الرامو، الرامو سدد كرة تمشي بعيدة، تمشي بعيدة من مايكل الرامو. كانت كرة خطيرة جدا على الوداد. الترجي متقدم 1-0 وتبقى الامور مناسبة. ريح الشلوق ممكن يمشي معاه. شرش براني اليوم، شراني اليوم. لماذا؟ لان الترجي سيستوعب الفريق الودادي من خلال المرتدات. الوداد الان في وضعية حرجة. يهاجم يلزم يعدل، سينكشف للترجي على مستوى الكونتر اتاك. السيناريو اللي كان يحلم به فوز البنزرتي. انه يسجل الاول ويجاري المباراة. اول هدف يقبل الوداد في دوري ابطال العرب هنا في كازابلانكا. في مباراة رقم 20 هذه. فريقين فقط بين ظفرين كرويا تجرى على عراقة الوداد في كازا بين انصار وفي احتضان جماهيره. هما اتحاد العاصمة ووفاق ستيف. يعني المغاربيين هما اللي يعرفوا اسرار دربياتنا، هما اللي يعرفوا لغتنا وحكاياتنا، هما اللي مروا فقط من هنا من استاد الكبير استاد محمد الخامس. الترجي يتقدم بهدف والوداد يتقدم بحثا عن التعديل. يمشي كره مصطفى بيضوضان، بيضوضان يخسر كره في الميدان لان الاعصاب وضغط الجمهور. يتقدم الترجي من التايب، التايب راجع من الاوفسايد، نعم راجع من التسلل. مايكل الرامو نحاولوا مره اخرى، نحاولوا مره اخرى، نرميه الكرت مره اخرى، نشوفوا كفنا مره ثانيه، سانتقدك يا الرامو مره ثانيه، لعل وعسى تاتي بثاني واغلى الاهداف. ترجع الكرة مرة أخرى من الدفاع على التونسي عن طريق السويسي، سويسي في وسط الميدان. ترجي عمل شوط أول ممتاز، أو قول 38 دقيقة لعب من شوط أول ممتاز للترجي الرياضي التونسي. 1-0 في نصف ساعة، هدف في وقته، هدف مميز. نذكر أنه الفريق الودادي يلعب مباراته 35 هذا السيزون. العام الماضي كان لعب نهائي ابطال العرب يوم 9 ماي، كان خسر هدف لصفر ضد الوفاق في كازا، هدف فريد التويل. اليوم 9 ماي، عام بعام، يوم بيوم، اسبوع باسبوع، ساعة بساعة، لحظة بلحظة، هل سيتكرر السيناريو من فريق آخر اسمه الترجي؟ أم أن الوداد اليوم في حضرة الأنصار هنا بالآلاف وفي حضرة الملايين عبر شاشات التلفاز، هل سيعود وسيأثر لخسارته العربية في الموسم الماضي؟ النهائي هذا بالنسبة لمحسن بسمة يتزامن مع مباراته الدولية رقم 30، قلت يوم 3 الظفر في طهران، مباراة الاستقلال الإيراني واتحاد جدة في دوري المحترفين الآسيوي، الترجي يكسب خطأ. بالفعل أمانة الحكم هذا قوة شخصية ممتازة، إن شاء الله يكمل. المهم نعطيه حق الفريقين كيما ننتقدوا كرتنا في عديد المظاهر، فإنه لابد أن نثني على شيء في لقاء اليوم. أول شيء الجمهور اللي كان رائع جدا، وكان التيفو او التشجيع على اعلى مستوى هذا المساء من الوينرز الوداديين او من الفريق الترجي فراج الترجي. بالنسبه للحكم نقطه امتياز ثانيه في خصوصيات ماتش النهائي العربي، لحد الان
أكثر من كوريكت السوري محسن بسمة. المخالفة للترجي في 39 دقيقة لعب، ياما كرة ثابتة ثبتت أمل، ثبتت حلم، ثبتت تتويج ولقب وبطولة. هل يفلح العاصميين؟ هل يفلح الفريق التونسي؟ أم أن للواك رأي ثاني؟ محاولة انطلاق بكرة جديدة، محاولة التحضير، كرة توزع خطيرة جدا، فرصة لزيادة دربالي لكن الحارس ممتازة من نادي المياغري. المياغري يخرج بكرة، يمشي كرة الانطلاق عن طريق الجويعة، يخسر كرة، يخسر كرة فريق الوداد. ترجي رياضي تونسي البنزرتي أكيد دور النهاية في مخه ألف مرة، أكيد شاف السي دي متاع ماتش الديربي ضد الرجاء، وشاف السيمي فاينل هنا في كازا ضد السي اس اس، ما فيش كلام. قرا كل حسابات للفريق الودادي، خطأ على الدراجة. لعب متقطع، هنا مانيش نحكي على المستوى الفني وجمالية الأداء وجمال اللعب، بقدر أنك تحكي على أهمية المباراة، وأنك تحكي على قيمة الرهان، وأنك تتوفق أو لا. والتغيير، التغيير الأول من قبل المدرب، المدرب بدو زكي يعمل تغيير أول في التشكيل الودادي. ننتظر الجرافيك ليتعرف على من خرج. بالنسبة للتخلي هو فريد طلحاوي، فريد طلحاوي دخل، والترجي يدخل مناطق الوقت عن طريق السويسي. السويسي حاول يمر، السويسي حاول يمر مرة ثانية، كرة ممتازة تتعين الرامو، الرامو يلعب كرة ثانية بعيد على السويسي، كرة أخرى مقطوعة على مايكل الرامو. لكن مايكل الرامو في عرف المدربين وفي عرف كرة القدم وفي أعراف المشجعين خرج ماتشور، سجل لك هدف غالي غالي جدا هنا في كازا. 4 دقائق ونصف في نهاية الشوط الأول للمباراة. فريد طلحاوي، فريد طلحاوي يلعب كرة خطيرة، خطيرة كرة فريد طلحاوي. ترجع الكرة مرة ثانية عن طريق البرازي، فوزي البرازي في وسط الميدان في الدقيقة 41. البرازي يلعب كرة عن طريق شويعة، شويعة بين اثنين يحاول يمر، والدفاع التونسي موجود. ممتازة وسام العابدي، وسام العابدي شخصيا بالنسبة له يحاول ياخذ ريفونش بعد ما اعتذر الجمهور عن إقصاؤه في لقاء الكاس ضد يو اس ام الاتحاد الرياضي المونستيري. أقل من 4 دقائق لنهاية الشوط الأول، الواك 0-1. بالنسبة للترجي مهم جدا أنه يخلص الشوط على هذه الأسبقية. ترجع الكرة الوداد، خطيرة جدا، خطيرة جدا، وفرصة صعبة جدا وتوزيعها والحارس مش ممكن. ضاعت على الشمام، ضاعت على خليل الشمام، العابدي خط مليح، والكوفرتور كانت موجودة على القائم الأول، كانت مستحيلة على حمادة الوالي. شوف الضرب الدفاع لفريق الترجي، الترجي لازم يركز، مباراة بطولة، مباراة النهائي لازم تركز من اللحظة الأولى للدقيقة 90، من اللي جاي من داركم للنهائي لحتى تروح لداركم بعد النهائي. لابد أن يحضر الترجي السيناريو الوقت القادم. ديت لو يتعادل الآن ستنقلب المباراة، لذلك الترجي عليه أن يكمل هذا الشوط في تفاصيله الرائعة جدا، في كتابة السيناريو الأمثل بالنسبة له. سيناريو اكسامبلير، 1-0 مايكل الرامو، لا نريد الثاني حاليا، خليها في 1-0. خرج ايوب سكومه في تشكيل الواك، ودخل 25 فريد طلحاوي كما ذكرت. ان هذا هو اولى تغييرات هذا النهائي الكبير هنا في كازابلانكا في ستاد لونار في مركب محمد الخامس. الرامو، الرامو مره ثانيه، لا نطمع في الثاني، الان نطمع في الثاني يا دراجي. فرصه كبيره لاسامه دراجي، اسامه دراجي فرصة كبيرة للترجي التونسي. خطير جدا الفريق التونسي في هذه الكرات. مايكل الرامو الكنترول، الباس قادم من الخلف يضرب بيكاسو، ولكن المياغري قلع. ترجع كرة مقطوعة، الوداد في الشوط الأول غايب تماما، الترجي يتقدم، فرصة الضربة القاضية عند الدراجي، دراجي يمشي بكرة قربي، مش ممكن، إمكانية جديدة في خطأ، في خطأ الحكم يقول لدفاع الحمراء، الدفاع الودادي. رفع رجله مايكل الرامو في اعتبارات الحكم السوري محسن بسمة. ترجي لاحظناه كل ما يعمل اكسلراسيون في اللعب تحسه قريب من مرمى المياغري. معطيات الشوط الاول ممكن النتيجه غير مسروقه، مستحقه للفريق التونسي. بينما هنا محاوله رد الفعل للفريق الودادي، والدفاع موجود، دفاع موجود بكره تخرج رويدة، رويدة في التماس، رمية الجانب للواك، وسكور للترجي 1-0 قبل دقيقة من نهاية زمن الفيرست هاف. لوتوغراف عن طريق مايكل الرامو. الترجي التونسي اللي
عمل تضحيات كبيرة من أجل البطولة العربية، تجاوز محطات ليست بالصاصة من اليمين التايب على اليسار يلعب أوري بيانفينو، بالنسبة للهجوم مايكل الرامو وراه دراجي حكم المباراة محسن بسمة. والشوط الثاني ينطلق الآن، ينطلق الشوط الثاني في هذه اللحظات من لقاء الترجي والوداد، وسكور 1-0 للترجي التونسي عن طريق مايكل الرامو. إذا تمشي كرة في مناطق الترجي الرياضي، ترجع في وسط الميدان عن طريق القربي، القربي يلعب الكرة بتماس لفريق الترجي الرياضي أو الوداد، تماس للوداد يمشي فوزي البرازي. كيف ستكون ردة فعل الفريق الودادي؟ لذلك الترجي أكيد البنزرتي حذر نفسه، أكيد حذر اللاعبين، وأكيد إن شاء الله الترجي يجد مزيد من المساحات. دراجي كنترول صعيب المرة هذه على أسامة، تمشي كرة من فوزي البرازي، فوزي البرازي يلعب كرات ثنائية، الضغط على أطراف الفريق الودادي ما لقاش لعبه في الليكولوار، على أطراف قوة حمادة الوالي من جهة اليمين وعلى اليسار خالد سقاط، يدخل اللاعب خليل شمام. إذا كانت النتيجة 1-0 للترجي حاليا، فمن أسباب هذا التوفيق والتوفق هو اللاعب خليل شمام في كرة في المرمى من جويعة في المرة الأولى وبيضاضاء في المرة الثانية. دور كرة مريح من باسكال، باسكال يحاول يمر، ترجع كرة خطيرة جدا، خطيرة جدا على فريق الوداد والقايم، أوه القايم ينقذ الترجي. الفريق الودادي كما انتظرنا يبدأ بقوة، الترجي عنده كونتر أتاك، الشوط الثاني غير، الشوط الثاني كانت مهم جدا. دراجي مايكل الرامو، الرامو يرتفع النسق، ابعد يا هنري، ترجع كرة مرة ثانية مايكل الرامو، مايكل الرامو النيجيري، الرامو كرة التعادل الوداد في أول دقيقتين. حذاري من هذه الهفوات والغفلات اللي تقلب المباراة راسا على عقب. بعد شوط أول ممتاز جدا من الترجي، مايكل الرامو يهدي اللعب، الرامو يلعب شمام، شمام يتعدى، برشا مهارة في فورمة كبيرة شمام الفترة الأخيرة، شمام يعمل الكروس والأوفر، ترجع من الفريق البيضاوي، كرة من الوداد والتعادل كان قريب جدا، كانت كرة خطيرة جدا، ممكن الريبلاي الآن، ممكن الآن الريبلاي لكرة خطيرة جدا، كرة ثانية صعيبة من الفريق البيضاوي. ترجع كرة مرة أخرى، كرة خطيرة جدا، مش ممكن، مش ممكن الكرة تضيع، مش ممكن يا دربالي، مش ممكن يا دربالي. رجع الترجي للهفوات، رجع دفاع الترجي من عدم الانسياب في التفاهم، من عدم التنسيق، شوية ضيع كرة الواحد واحد، جايتك الكرة يا ترجي مش ممكن. شوف الكرة زيادة دربالي، الله سطر الله وكهو، يعني كرة واحد واحد حتى الفوق هشام جويعة راضين عليه والديه زيادة دربالي بالكرة اللي ضاعت، بينما هنا كرة تعادل، حبة الترجي، حبة الترجي في كرة ودقيقتين من نار. الوداد البيضاوي يضغط، البنزرتي يلزم يضغط على طريقته باش يرجع لكل لاعب لمكانه، باش يرجع التركيز لأداء لاعبيه، لأنه مع الأسف الدقائق الأولى ولعها الوداد البيضاوي. شوف الكرة هذه العرضية، شوف الكرة هذه لعبت من بيضوضان والقائم، ما حبتوش الكرة بيضوضان، لما تحبك الكرة يا ترجي أعطيها حقها، أعطيها حقها لأنها غدارة. الكرة الثانية خطأ من زياد الدربالي، كان ممكن يكلف الترجي هذه الأسبقية الغالية جدا هنا بهدف مايكل الرامو. جماهير محمد الخامس الآن تشجع فريقها، طبيعي جدا. شوف الأجواء الكبيرة وكان الوداد سجل. من الناحية المعنوية الترجي لازم برشا خبرة، الباترونات الليدر في الفريق مثل القصراوي، مثل العابدي، مثل أيضا لاعب عنده خبرة مثل الرامو لازم يهديوا اللعب باش يمر الترجي من الفترة هذه الصعبة جدا من فترة هيجان الوداد. ينطلق خطيرة جدا للترجي، يمشي أوري بيانفينو، أوري بيانفينو الكرة بعيدة، ممكن في وقت من الأوقات نشوف في مكان وجدي بوعزي، السهم بوعزي عنده مكان في هذا اللقاء، والمساكني باش كنترول اللعب، لأنه نعرفوا لاعب صاحب مهارة يرقد اللعب ويحط الكرة، مازال وقت يوسف المساكني، لكن وقت بوعزي ممكن قريب في الكونتر أتاك للمساحات اللي باش يتركها الواك في قادم الدقائق. الترجي مر بسلام من كورتين كان فيهم الواك قريب من التعادل. تمشي كرة خطيرة في وسط ال 18، كرة كانت صعبة على فوز البرازي. دفاع الفريقين يبدأ بنوع من الأخطاء في الشوط الثاني، فمن سيباغت من؟ ومن سيسجل في من؟ الأطراف بدأت تتحرك والكرة خرجت، الكرة خرجت، نعم الكرة خرجت على اللاعب رقم 25 فريد طلحاوي. تغييرات بالجملة
في تمركز اللاعبين من بدو الزكي. الاطراف البدادية بدأت تتحرك الان، بدأت تمشي قدام. حذاري بالنسبة للترجي الرياضي، تمشي كورة في وسط الملعب. وقت طبعا يمر في صالح الترجي، 5 دقائق الشوط الثاني، خاصة على مستوى البريسيون والضغط. ممتاز التمركز الدفاعي، لاعب الوسط يقوم بشغل كبير، يمشي الدراجي للشغل الأكبر، يلعب كرة عرضية، إمكانية انطلاق لكن موجود الدفاع. ممتازة من الدفاع من حمادة الوالي للحارس نادر المياغري. المياغري يجيب الكرة لهشام الويسي، يمشي الكابتن هشام الويسي. مباراة في أجواء كبيرة الآن في كازابلانكا. ويستي 1-0، الهدف سجله مايكالي الرامو. يمشي كرات طويلة، ترجع بالراس، ممكن هذه الالعاب كرة طويلة تساهم مور الترجي، لكن حذري من باسكال، يفتح اللعب على الاطراف، هذه خطوط الوك، يتقدم تلحاوي، تلحاوي يحاول يمر، يبعد على جون بيي، ضغط الوداد خطيرة، والراسية والتسديدة تأتي مرة أولى، تجي مرة ثانية خطيرة والبرة، الله على الكرة، مرت بسلام، مرت بسلام. 5 دقائق من نار، 5 دقائق من ضغط الوداد، 5 دقائق من محاصرة دفاع الترجي، كرة كانت أظن بذوظان. مرة أخرى تمر بالسلام، شوف الكرة وشوف الخطأ، شوف انطلاق باسكال، يرجع لها بيضوضان، الدفاع ما خرجش عمل البريس على مصطفى بيضوضان، والكرة خرجت سليمة على الترجي التونسي. برشا أخطاء الآن في دفاع الفريق التونسي، الترجي لازم يركز وينتبه. الترجي رقد اللعب، رقد اللعب الآن، يربح خطأ، برافو. هذه هي الخبرة المطلوبة والمهارة لما يكون عندك لاعب بقيمة أسامة الدراجي، كنترول اللعب وممكن يدير اللعب وين يحب، هذه هي القوه نتاع اسامه دراجي. دراجي لازم يهدي اللعب لان الوداد ماهوش يسكت. يمشي كره مره ثانيه عندك شمام، شمام يلعب كره ما فيش اوفسايد، متسقي كره خطيره ترجع من اللاعب نادر المياغري. نادر المياغري الشوط الثاني ممتاز جدا في اثاره، اثاره النهايات تبدا الان، وكره للدراجي ما فيش اوفسايد، في تسلل، في تسلل بالجمله ضد مايكل وضد هنري. 7 دقائق في الشوط الثاني، تسلل واضح ما فيش كلام ضد ثنائي الهجوم للترجي التونسي. ترجع الكره عن طريق هشام الويسي، الويسي يرجع باسكال، تسرح الفريق الودادي بعد قبول هدف الزاكي بين الشوطين، اكيد قال لهم خلاص خاسرين، خاسرين معناش ما نخسروا، يلزم نلعبوا على مستوانا، يلزم نهدوا الترجي. والوداد تغير مونتالمون، تغير تكتيكمون في هذا الشوط الثاني. طبيعي جدا هذا الضغط البيضاوي للوداد لانه فريق خاسر يلعبوا في ميدانه في نهائي عربي، طبيعي باش تكون رياكشن او رياكسيون من فريق الواك. ترجي كيف سينجح في ايقاف هذه الفتره الحرجه وهذه الدقائق الصعبه على الترجي الرياضي التونسي؟ هشام الويسي 8 دقائق لعب في الشوط الثاني. الوداد اذا ما سجلش في ربع ساعه الترجي سيكسب الرهان. تمشي كره مره اخرى في الاوت 6 امتار، تغطية موجودة ممتازة، وكرة لفريق الترجي من الحارس حمدي القسراوي. أول تهدية اللعب الآن، فعل ترجي هدف في الرامو في الشوط الأول، هو السادس في الأشواط الأولى في هذه البطولة مقابل 9 في الأشواط الثانية. على فكرة الترجي سجل 5 أهداف في آخر ربع ساعة من اللقاءات، هذا استنتج منه أن الترجي عنده قوة إنهاء المباريات. هل سينجح العاصمين في هذا السيناريو اليوم أو لا؟ هذا ما نتمناه. تغطية موجودة، يرجع يركز الأطراف، لاعب الكوار في الترجي يرجع يركزه. تمشي كورة الرامو، يضغط، يضغط الرامو، الرامو يجيب كورة ممكن جدا، خارج كورة بينفوني، وشات كورة، شات كورة ضعيفة برشا، ضعيفة برشا من هنري بينفوني الكاميروني. كورة بكورة، فرصة بفرصة، هذا هو عنوان الديربي المغاربي في النهائي لأبطال العرب 2009. كانت كورة الكاو بالنسبة الرامو في الأسيست، بيانفونو لم يستغل الفرصة. يمشي كرة طويلة في وسط الملعب، ياخذها الترجي، يرجع ولاد التايب، يقدم مباراة تكتيكية كبيرة، قدم مباراة كبيرة في ستيف ويكررها اليوم في كازا للحين. يمشي كرة هنري بيانفونو، في وقت قادم يخرج هنري، يدخل بوعزي على اليسار في راي. يمشي كرة مرة ثانية لفريق الترجي عن طريق شمام، بيانفونو، بيانفونو يحاول يمر، بيانفونو ما يتعداش، تفوق عليه هشام الويسي. هشام الويسي بكرة طويلة ترجع لهشام جويعة، لكن قبله موجود الترجي من القري، القري يلعب الكرة، وسام العابدي، العابدي يعطي كرة دراجي، دراجي كرة سهلة مؤمنة للحارس نادر المياغري. كرة ستبقى مغربية لنادر المياغري. هذا هو استاد كازابلانكا في لقاء قمة، في لقاء
الاشواط الثاني. يمشي الهجوم مره اخرى عن طريق الكابتن هشام الويسي. الويسي يطول اللعب، كره طويله خطيره مره ثانيه، مش ممكن، خطا اخر في دفاع الترجي. فريق الوداد يا ترجي لو يحس انه عندك تلعب ما غير ثقه ما غير كونفيونس في الدفاع سيقلب المباراه. ترجع كره مره اخرى الوداد يلعب على مستوى الان، الوداد يلعب بحقيقه امكانياته، ارتباك كبير في دفاعنا. يمشي كره من وسام العابدي، يعمل كنترول بيع الكره، يلعب الكره العابدي كره قدام، ترجع في وسط الميدان. 10 دقائق في الشوط الثاني، مازالت 5 دقائق ممكن للخلاص. يتقدم الهجوم خطيره جدا، وفي خطا، في خطا، في هفه وفاول للفريق الودادي. الشوط الثاني الوداد الان يقلب المباراه. خالد القري والحكم السوري محسن بسمه يعطي كره الرفيق عبد الصمد، كره ثابته خطيره جدا على الدفاع التونسي. امكانيه يطمع فيها الاشقاء المغاربه في كره مقابل القصراوي 25 متر. من 15 هدف اللي سجلهم الترجي، الترجي اقوى هجوم في البطوله مع الوداد. 15-15 في انتظار مباراه اليوم وفي انتظار حسابات رادس. هذه البيضاويه تدعو للوداد بالتوفيق على كوره، بينما هناك في ارجاء واركان العاصمه الكل يدعو بان تمر بسلام. بين دعوات هذا ودعوات تلك، من سيفلح ومن سينجح؟ من سيقترب من التاج؟ ومن سيقبل الأميرة العربية السمراء في الكأس الفضية إيابا في رادس؟ كرة خطيرة في الخطر رقم 12 لفايدة الواك، المحتسب من الدول السوري محسن بسمة. نلعب في دقيقة 12 مع كرة من رفيق عبد الصمد. سحب تسديدات قوية جدا رفيق عبد الصمد، حاول يستغل هذه الفرصة. عنوان نهائي كازا هو الربع ساعة في الشوط الثاني يا ترجي. في دقيقة 12 تأتي كرة خطيرة للواك بالقميص 21، يتقدم رفيق عبد الصمد. لعب الوداد فكس المرمى، فكس الدفاع والجدار، والآن سيوجه ضرب في الانتظار. هذا انذار الثاني في المباراة، هذه المرة على لاعب الترجي خالد القري. نوع من قلة التركيز في هذا الشوط الثاني مع ضغط الوداد، حسينا الترجي كانوا افتقد للعنصر اللي ميزه في الشوط الاول وهو عنصر الثقة. حذاري وخطيرة، من سيضرب؟ البرازي وعبد الصمد في العادة رفيق، سيضرب الكرة باليسار. يمشي الكرة رفيق عبد الصمد، يلعب الكرة رفيق عبد الصمد، كرة تتهيا وتمشي ركنية، تمشي ركنية لكن ما زالت المعاناة. الوداد يواصل الضغط. الشوط الأول كان عنوانه ألوانه حمراء وصفراء، الربع ساعة من الشوط الثاني عنوان وداد ألوانه حمراء وبيضاء. الكرة مرت للركنية، ما زال الضغط، ما زالت الصعوبات في أول ربع ساعة. مصير النهائي الأول في كازا سيلعب من خلال السكور القادم في ربع ساعة 20 دقيقة في رأيي. تمشي كرة للوداد البيضاوي، في كرة مرة أخرى تمشي طويلة وراسية والحارس القصراوي ممتاز، ممتاز حمدي. القصراوي يتصدى. باراد ممكن تعطي ثقة للترجيين في قادم دقائق هذا السكند هاف الصعب المثير بحكم وبحكم ضغط الوداديين. فوزي البرازي، البرازي في وسط الملعب، يلعب كرة طويلة لهشام الويسي، يمشي للضغط مايكل الرامو أول مدافع، يضغط الترجي خالد القري عليه أن يحضر، عنده كارت أصفر باسكال البينيني. يمشي الكرة مرة ثانية عن طريق فوزي البرازي، البرازي جري كرة، الضغط على خالد سقاط، يرجع يبريسي الترجي في منطقة الواك، وكرة تخرج من باسكال في وسط الملعب، برشا مهارة خرج باسكال ويربح خطأ، خطأ في بداية العملية كان ضد بيان فينو كان موجود. ممكن بيان فينو غير منتظم في أدائه في هذا اللقاء، تتصور أنه في 15 دقائق ماكسيموم واجدي بوعزي يقحم المدرب فوزي البنزرتي. هشام الويسي، هشام الويسي يلعب الكرة عن طريق يونس المنقاري، المنقاري تتهيأ كرة وانتو كرة ثلاثية خطيرة جدا والتغطية والحارس، يخرج الحارس يوفق في هذه الصدة الحارس حمدي القصراوي، بعد تغطية كانت من العابدي، كانت كرة من وسام العابدي، بينما هشام شويعة يبقى خطير جدا، يبقى خطير هذا اللاعب
الى الاصابه لمدافع الترجي التونسي، والتعليمات جديده من المدرب فوزي بن زرتي. مدرب معروف بالريكور، يطلب الانضباط والالتزام في كل ما يطلب من اللاعب. ربع ساعه في الشوط الثاني، مازال سكور 1-0 لمايكل الرامو للترجي. ترجع الكره في مناطق الوداد عن طريق البرازي، ريتم سريع جدا في هذا الشوط الثاني. حاول يفرض ايقاع وينجح في فرض اسلوبه في اول ربع ساعه من الشوط الثاني الوداد، لكن الترجي متماسك. يمشي كره بالراس دراجي، لازم نشد الكره اكثر فيما هو قادم من دقائق. هذه الكره يعني في الزاب العشار بالمئة ترجع الوداد. ينطلق بيانفوني، هوري بيانفوني يقطع كره، هوري يحاول، هوري بيانفوني يدخل 18 كره ركنيه او لا، ننتظر قرار الحكم يقول 6 امتار. يقول 6 امتار على كره هوري بيانفوني الكاميروني القادم من نادي بن زرتي، بينما كره قادمه بالدراجي، دراجي ممكن يسدد كره ضعيفه، كره ضعيفه كان عنده خيار اليسار، كان عنده الخيار الايسر لهوري بيانفوني، حاول يلعب بصفه فرديه، الكره لم تكن قويه من الدراجي، العابدي وخطا موجود. خطا للترجي التونسي يقول الحكم السوري محسن بسمه، موجود الفاول لوسام العابدي. دقيقه 16 في الشوط الثاني. طبعا مصطفى بيضوضان اللاعب المميز جدا يعرف اجواء الديربي، لانه لعب ضد الترجي مع النادي الافريقي في ديربي اتراتس. ترجع الكره مره ثانيه في وسط الملعب، بامكانيه يخرج لضغط الترجي، يخرج منها الفريق الودادي، ما فيش خطا، يمشي مره ثانيه، امكانيه المرتده والكونتر اتاك، محاوله الوصول هي الرامو، الرامو للترجي، يتقدم مايكل، امكانيه لمايكل الرامو، يخرج كره لمن؟ كره عكسيه، ترجع لهشام جويعه، هشام جويعه يمشي للكونتر اتاك امامه اللاعب شمام، خليل شمام، شمام يعطل الهجمه الوداديه، ترجع تونسيه ترجيه في وسط الملعب للترجيين. كرة تتهيأ ممتازة، لمسة هوري بيانفوني، خرجت الكرة سليمة ممتازة عن طريق شمام، يقدم في ماتش كبير برشا، شمام يلعب كرة للتايب، التايب يضغط الكرة مؤمنة في يدي الحارس نادر المياغري. خط سقط، الترجي موجود عن طريق زين العابدين السويسري. تعدى الترجي من الفترة الحرجة، 17 دقيقة كانت حقيقة في إيقاع صعب جدا على دفاع الترجي بحكم الضغط البيضاوي للوداد. تمشي كرة جديدة حذاري، كنترول لمسة واحدة، يلعب كرة طويلة، تمشي مايكل الرامو، هشام الويسي، الرامو في خطأ، في فاول ضد النيجيري، يقول الحكم السوري محسن بسمة. سليمة بالنسبة للثنائي، هشام الويسي، مايكل الرامو. ممكن فرصة توقف هذا في اللعب لإسعاف كل من الويسي إن شاء الله سليمة، وأيضا الرامو إن شاء الله لاباس. فعل مثل هذه الكرات تخيف، اهم النتيجه، اهم المباريات، اهم البطولات، المهم سلامه اللاعبين. سقوط هشام الويسي كان فيه قسوه في سيناريو السقوط. ان شاء الله لاباس، ان شاء الله سلامات، خاصه الاسبوع الماضي في الديربي شفنا نبيل مسلوب اللاعب الرجاوي وقع يعني داخ مغشيا عليه لمده دقائق، والحمد لله سليمه. ان شاء الله ايضا سلامات بالنسبه للكابتن هشام الويسي المخضرم في تشكيله الوقت. الدفاع البدني يسيطر على اجواء هذا الديربي المغاربي في نهائي ابطال العرب. ترجي ثاني نهائي ضد نادي مغربي في المسابقات الخارجيه عام 99، حرم الرجاء وبنالتي ضاعت من شكري الواعر ليصعد مصطفى الشادلي بالرجاويه لمونديال البرازيل 2000، بينما في نفس السنه هدف قيس الغضبان في استاد الوداد منع الواك من كاس الكاف والتي عادت الى تونس في احضان الاطوال. هذا هو الوداد البيضاوي. في لاعب اسمه شهيد الديربي يطلق عليه في المغرب، اللاعب بالخوجه اللي توفي في مباراه ديربي، ودائما القميص هذا والرقم هذا هو تكريم واحياء لذاكرته وذكراه. الوداد في الشوط الثاني كشر على الانياب. ظهر الوداد في الفتره الثانيه الفريق اللي نعرفه. المستوى باللعب، بالسرعة، بالضغط على المنافس، بالسبق والأسبقية على الكورة، بالتفوق في الحوارات الثنائية. ترجي مر بسلام من 3-4 فرص ودادية واضحة جدا. مرت الربع ساعة عشان دقيقة الأولى، إن شاء الله الآن الترجي يحاول يركز ويرجع المباراة. في الانتظار نتمنى السلامة ومن ثم العودة لهذه الأجواء في نهاية أبطال العرب لهشام الويسي. أظن سيكمل الرحلة بإصراره بعزيمته في قيمة المباراة
بدوره في الفريق الودادي سيكمل اللقاء اللاعب هشام الويسي. نرجع المباراة وترجع الكرة من فوزي البرازي. فوزي البرازي يلعب كرة طويلة، ترجع خطيرة جدا من جون فيه، مازالت الإمكانية عن طريق طلحاوي. طلحاوي وزع كرة، الترجي في كرة أولى وكرة ثانية. كرة ثانية كانت صعبة، الضغط صار كبير من الأطراف وجون فيه ولا مشكل. جون فيه ولا مشكل من الجهة اليمنى، يلزم كيف أقول الحلف والمساندة من التايب تكون كبيرة. الرامو يدخل، الرامو خطير جدا، الرامو يلعب كرة يدخل 18. الرامو تهرب شوية لكن تبقى لمايكل، تبقى للنيجيري. الرامو يرجع بالكرة للدراجة التونسي عادل شمام، شمام في كرة للاعب الدراجي، دراجي يجيب الكرة للتايب لكن الدفاع قبله تماس. تماس لفريق للدراجة التونسي. بينما فوزي البنزرتي، كوتش يا كوتش، هذا هو جون فيه الآن صار شارع، شارع في الشوط الثاني اسمه جون فيه في شهر ماي. ركز لي يا جون فيه، عاونوا يا تايب، عاونوا يا تايب، نفس الفريق نفس المجموعة نفس الكيب، كل واحد يزيد شوية باش يغطي على جون فيه لأنه صار مشكل واضح جدا للترجي. وإشارة البنزرتي ما تكذبش، إشارة البنزرتي ما تغلطش. الوداد يصنع الفارق الآن من جهة خالد سقط رقم 30 الباك ليفت، يطلع برشا. يذكرنا ممكن باللاعب الرباطي عبد المجيد الأمريس، لاعب ملوك العسكر نادي الجيش ليفار. ترجع الكرة عن طريق لاعب باسكال، يهاجم الجهة اليسرى، حاول يدخل العمق، يدخل الوسط، يلعب باسكال كرة جون فيه، يلعب كرة بيكونغو بيسالا، كرة تتهيا دراجي وصلها السليمة، تمشي الكرة والانطلاق للترجي في كرة من قربي بخطأ. برشا صنع لهذا اللاعب أيضا خالد القربي، 23 سنة، بدا يكتسب تجربة، بدا يكتسب خبرة. ديما قلت أنه هدف الترجي هو الشامبيونز ليغ 2010، ويظهر لي لهذه المجموعة الفريق ماشي في الطريق الصحيح. انتظار 2010 نطمع في 2009 نجم الساحلي في مجموعة في المتناول لكن بدون غرور. مونو موتابا الزيمبابوي، هارتلاند اللي كان اسمه ايوان وانيو سابقا النيجيري، والمازيمبي الكونغولي، نجم بامكانه ان يذهب لابو ظبي، هناك الموعد في مونديال الانديه. قبل الحديث عن افريقيا والماما افريكا، لنركز على الماما والام العربيه، دوري الابطال الوداد 0 الترجي العاصم التونسي 1. اوتوغراف مايكل الرامو، تابلو من النيجيري مايكل الرامو، هديه لانصار الترجي ولعشاق الكره في تونس. يمسك وسط الميدان من جديد فريق الترجي عن طريق التايب، التايب يلعب كره دراجي، عنده مساحه، دراجي دراجي يجيب الكره للسويسي، زين عبدين السويسي، كره دراجي، دراجي والدفاع البيضاوي موجود، جويعه موجود، والكونتر اتاك خطير. يخرج القصراوي قبل الجميع، يخرج القصراوي يؤمن كره قبل الجميع. ترجع الكره لحمد القصراوي بخطا لفريق الترجي. كنت متاكد ومتيقن ان الوداد في اول ربع ساعه باش يشعل خطيرة، والراسية تمشي ركنية، ركنية لزياد الدربالي، الضغط الوداد يعود. 23 دقيقة لعب في الشوط الثاني، مباراة عصاب الآن، طالعين الجماهير من هنا ومن هناك، جماهير تونس تنتظر، الأعصاب مشدودة وقلم الأظافر هو دليلها. تمشي كورة الآن من الركنية، هشام الويسي، كورة خطيرة، كورة جديدة على فريق الترجي، سقاط والدفاع، ترجع مرة أولى وتمشي مرة ثانية عن طريق الدراجي. وسام الدراجي حاول يوصل التايب، امكانيه الكونتر اتاك، التايب يضغط الويسي والكره تبقى تماس. الحكم ماذا يقول؟ يقول الترجي. المساعد حمدي القادري يقول رميه جانبيه للترجي الرياضي التونسي. الترجي مازال ومازلنا نبحث معه على كونتر اتاك الشوط الثاني. الويسي كتف كتف يتعدى التايب، كون صح المره القادمه. تمشي الكره عن طريق الحارس نادر المياغري، المياغري طولها، يلعب كره طويله لمن الراسيه، الراسيه للترجي والتماس للوداد. 70 دقيقة لعب في عمر النهائي. ترجع الكرة من جديد عن طريق باسكال، باسكال يحاول يمر، باسكال لرفيق عبد الصمد، يخسر الكرة، يمشي دراجي، فرصة الكونتر اتاك المرتدة، اسرع يا أسامة، اسرع يا دراجي، دراجي بكرة سويسي، السويسي إمكانية تسديد من زين العابدين والكرة تخرج برا. 6 أمتار للبيضاويين. ورا من نادي المياغري، دراجي مش لاقي السيناريو للكونتر اتاك. ممكن الآن في قادم الدقائق وجدي بوعاسي، طارق عاشور، يوسف المساكني، او نقول بوعزي عاشور
باش يسكر اكثر اكثر في الوسط وممكن يدخل عربي عربي جابر العربي الجابر من اجل ثالوث في محور الدفاع لانه في قادم الدقائق من 75 استناوا الكرات الطويله من الوداد في منطقتنا. نتصور هكا التغييرات او نقراها او ممكن نحب عليها انا الله اعلم، لكن طبعا فوزي بنزرتي هو الجنرال. نمشي الكره مره اخرى لفريق الترجي، دراجي العب لي كره واخرج، دراجي العب لي كره واخرج، مايكل الرامو 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 يلعب كره، الرامو ينتظر يا الرامو مش ممكن، الرامو يضيع فرصه على الترجي وارتاع الكره على التايب وعمل لنا مشكل كونتر اتاك. يمشي الكره للوداد عن طريق فريق طلحاوي، طلحاوي السويسي كره تخرج برا، السويسي في التوب، السويسي نرفع لك القبعه يا زين العابدين، زين العابدين السويسي يعمل في مباراه ممتازه مش راضي على نقل الكره من مناطقنا الى مناطق الوداد المدرب البنزرتي. يمشي كره مره اخرى مايكل الرامو طويله من هشام الويسي، الراسية من فريد طلحاوي، الكرة تبقى للدراجي، يطلع دراجي، دراجي ممكن جدا يلعب كرة طويلة قوية لونري بيانفينو، كرة قوية لونري بيانفينو. دخول بوعزي نشوفه ضروري، بوعزي هو اللي يخلص. يونس المنقاري، يونس المنقاري، ترجع كرة جديدة للوقت، كرة الوداد. 27 دقيقة في الشوط الثاني، برافو ممتازة جدا من شمام، شمام يطلع اونري، اونري يجيب الكرة للدراجي، دراجي وحدك تصرف، صرف دراجي، دراجي يلعب كرة أخرى بعيدة وسيئة. الترجي يضيع في سيناريوهات كبيرة الكونتر اتاك، لا أدري لماذا، لماذا هذا التسرع؟ تمشي كرة من التايب، كنترول وقفها السعر، تمشي مرة أخرى في الانطلاق. علم الهجوم المعاكس، يصبح هجوم مركز. اتاك بلاسي للترجي عن طريق التايب، التايب فما مساحات، وليد التايب مش ممكن يلعب كرة يرامو، بيانفوني وراك، يحذر كرة. ليونري بيانفوني، بيانفوني يخرج الشمام، بيانفوني يسدد كرة ضعيفة، تمخض الجبل فولد ماذا ولد؟ خلينا توا نكملوا في المباراة ونركزوا على المباراة. ترجع كرة شويعة والدربالي ممتاز. كرة صعيبة برشا على الترجي لو مرت. يضغط الترجي في مناطق الوقت. يمشي كرة طويلة من خالد سقاط، كرة طويلة اللي حكينا عليها، الراسية من بيضوفان، الدفاع موجود، الكنترول موجود، التايب بدا يتعب، التايب ما تعبش ما شاء الله، التايب مشى وفيها خطأ، الحكم يعطي الفونتاج، دراجي مش ممكن، ما تضيعهاش يا أسامة، دراجي، دراجي، يلعب كرة ممتازة، اجري بيانفوني، والحكم يقول مساعد أوفسايد، الحكم المساعد يقول تسلل، مش واضح برشا أمانة هذه المرة، مش واضح برشا أمانة هذه المرة. اعطيني الريبلاي، اعطيني الريبلاي، خرج له كرة ما فماش اوفسايد، نعم بيانفوني كان في موقع سليم. ترجع كرة الترجي، يرجع ياخذ اللعب، فرصة كبيرة للترجي، فرصة كبيرة للترجي، شوف المساحات. اسكت احسن، ماذا سأقول؟ ماذا سأقول؟ كلنا حماس، كلنا انفعال وتفاعل في هذه اللحظات، لكن اللي عنده الميكروفون يلزم طبيعي جدا يشد نفسه أكثر، طبيعي. ترجع كرة وسط الملعب فريق الترجي، وفي خطا للوداد، في خطا للوداد، مجهود الدفاع ومجهودات كبيره لوسط الميدان قاعد يضيع فيها الهجوم بطريقه سمحني استهتاريه ان صحت العباره في لغه الضاد العربيه في هذا النهائي لدوري الابطال. اكثر من سيناريو نتاع كونتر اتاك. هشام الويسي، هشام الويسي يلعب كوره تمشي تتوزع الحارس حمدي القصراوي، موجود القصراوي ربع ساعة، ربع ساعة. يمشي كرة لكابتن الترجي التونسي حمدي القصراوي، كرة طويلة، فماش لاعبين في الترجي، ترجع كرة ودادية، كرة للبيضاويين، كرة طويلة، وداد الآن كما قلت لك باش يبدأ يلعب الكرة الطويلة هذه في ظل انعدام الحلول ويركز على الكرة الثابتة. لو يركز الترجي أموره إن شاء الله سيرجع بأحلى وأغلى انتصار هنا في النهائي العربي. مباراة شوط بشوط. وداد كان أفضل في الشوط الثاني بعد ما كنا الأحسن وتصيدنا الفترة الأولى. ربع ساعة بالضبط. تمشي كرة جديدة للترجي الرياضي. ممتاز جدا، شوف الجرينتا والروح، عكس الهجوم الآن. امشي كرة مايكل الرامو، الرامو أربعة على ثلاثة واثنين مش ممكن، يتقدم الهجوم على طريق التايب، التايب يحاول يتعدى يمر التايب، والحكم ماذا يقول؟ يقول ستة أمتار، يقول ستة أمتار للوقت، ستة أمتار الوداد وأعصاب مشدودة. رشيد الداودي يتكلم عن اللاعبين، رشيد الداودي والزاكي يفكر فيما هو قادم.
ان شاء الله ما يندمش الترجي في هذه المباراه اللي مشيت له واللي عنده سيناريو يقتلها ب 2-0 صراحه. وقف الفريق الودادي دراجي، دراجي مره اخرى، دراجي يلعب كوره، دراجي يلعب كوره ممتازه، الشمام، شمام يعمل كنترول، شمام يعطي كرة خطيرة، إمكانية وتسديدة والدفاع والركنية، الركنية لفريق الترجي، نعم نعم ركنية للترجي التونسي. صعبة صعبة الدقائق الأخيرة، ربع ساعة، 1-0 الترجي، نصف ساعة في الشوط الأول. أوتوغراف مايكل رامو، جمهور الترجي هنا في كازا لحد الآن راضي على النتيجة، بطبيعة الحال نتيجة كبيرة ليس في متناول أي كان أنه يكسب ويهزم الوداد ويتجاوز الوقت في كازابلانكا أمام التيفو هذا الكبير وأمام الجمهور البيضاوي. يخرج هشام جويعة، قام تغيير ثاني المدرب الزاكي في انتظار التأكيد على الإدخال، بانتظار أبو عزي هذا يقوم بالحركات الحماية، تمشي كرة الترجي خطيرة والهدف الثاني يضيع، الهدف الثاني يضيع من زياد الدربالي. الترجي ممكن يخلص اليوم، الترجي ممكن يخلص اليوم، هدف لصفر والدربالي على البوتو، هدف لصفر والدربالي على البوتو. اخر ربع ساعة، كيف سيتعامل الوداد مع هذه الوضعية؟ هل سيجازف التعادل وينكشف في مرتدات الترجي ام لا؟ تمشي كرة للترجي التونسي بالراس، ترجع عن طريق الحارس، لكن ممكن جدا عن طريق التايب يعمل مراوغة، يخسر كرة، مشكل، مشكل كونتر اتاك، لا الدفاع موجود. جون في بيسارا بيكونغو، العب الكرة بيكونغو، يمشي كرة عن طريق مايكل الرامو، حكم يقول العب، حكم السوري محسن بسمة يقول العب، والكرة ترجع من جون في، يرجع يركز جون في، والتغيير الأول للترجي الرياضي التونسي، دخول وجدي بوعاسي. إذا يدخل في آخر الماتش وجدي بوعاسي، كرة كبيرة، دربالي يهرب من رقابة المدافعين ويضرب كرة على القائم، القائم أنقذ الترجي مرة وينقذ الوداد هذه المرة كما طلبنا. يخرج أونري بيانفينو، يدخل وجدي بوعزي، التايب على اليمين يبقى، بوعزي يمشي يسار بمساندة شمام، طريق الهدف الثاني قد يكون من طريق اليسار. زادت المباراة صعبة وطويلة، في الديربي كل شيء جائز، كل شيء ممكن. بداية كرة الوداد ممتازة جدا، 4-5 لمسات والتدخل الدفاعي أكثر امتياز من الترجي التونسي. وجدي بوعزي، وجدي بوعزي يربح خطأ، يربح مخالفة فريق الترجي. 33 دقيقة من الشوط الثاني، قلت لك لو الترجي ما يقبلش في أول ربع ساعة مع ضغط الوداد فإنه إن شاء الله يوصل لتحقيق نتيجة ممتازة جدا هنا في مركب محمد الخامس، استاد دونور كما يعرف تاريخيا في كازابلانكا. تمشي كورة لوجدي بوعزي أو التايب، هذا بوعزي على اليسار، التايب يلعب كورة للرامو، الرامو يعمل كنترول، مايكل الرامو تتهيا الكورة وانطلاقة وبخطأ للترجي، فاول الترجي قرابة الدقيقة 80، قرابة الدقيقة 80، الرامو والترجي من أجل 2-0 والتأكيد على أنه بطل أبطال العرب هذا السيزون. هنا الأجواء وهذه الجماهير التي ذهبت بالآلاف والملايين من أجل مساندة ممثل وطن في بطولة عربية إقليمية بين الجيران وفي أرض الأشقاء. دقيقة 80 والكرة في مخالفة للترجي التونسي، بين شمام والقربي، بين شمام والقربي تتلعب الكرة القادمة ضد ستيف، تحسمت في آخر ربع ساعة ضد الوداد من دقيقة 30، هدف مايكل الرامو هو صانع الفرحة لآلاف الملايين الترجيين. يمشي كرة من شمام، شمام يلعب كرة ممتازة خطيرة جدا من خليل، خطيرة جدا من خليل، يرجع الترجي يقترب من مرمى نادر المياغري، كرة ثابتة ممتازة جدا كانت من خليل شمام. يرجع فريق الوداد بكرة وبخطأ، خطأ كان موجود وكان مجاني متاي، خطأ كان لفريق الوقت في 80 دقيقة لعب. هذا الفاول على بيدو دان، عملية الدفع كانت موجودة وكانت مجانية من التايب، عمل مشكل زايد، كانت كورة بعيدة شوية على مصطفى بيدو دان، أو حتى كان عمل كنترول والكورة كان في زاوية ميتة،
هنا طبعا المتفرج او المعلق فارس بالنسبه للاعب يعني على اعصابه يلعب ويقرر في جزء من 10%. تمشي كره خطيره والدفاع التونسي موجود. جونفي مايكل الرامو، الرامو اللي تعود عن طريق يونس المنقاري، المنقاري يلعب الكره الوداد، كره من الواك، مراوغه ممتازه، الانطلاق مراوغه ثانيه امياس، والكره خطيره والدفاع تمشي سهله للحارس حمدي القصراوي، رجعت سهله للقصراوي. كره من فوز البرازيل، لاعب الستوبر يعمل هذه المحاولات، ترجع كره الوداد ثم تسرع هذه اللحظات من الفريقين، يتقدم الهجوم والدفاع التونسي موجود 3-1، دفاع ممتاز للترجي والكونتر اتاك، يمسك الكره مايكل الرامو خطير جدا، الرامو الرامو يمشي، الرامو يدخل بالكره، الرامو مش ممكن، الرامو يسدد، اناني اناني يا ولد، اناني يا ولد، اناني يا ولد، مش معقول مش معقول يا الرامو. هدف ثاني كانوا 3-1، ترجع كره خطيره، دراجي يعمل كنترول، دراجي يعمل باس خطير جدا وشمام، الكره عاليه. ماذا يحدث لهجوم الترجي؟ الترجي وكانه يرفض الخلاص هنا في كازا. هدف ثاني موجود موجود، والفريق البيضاوي الوداد يرجع لاختراق حدود التونسيه، حدود دفاع الترجي. دقيقه 82 بتوزيعه وراسيه وكره قريبه للتعادل، كره بيضوفان خطيره للتعادل الودادي، كره تعكس الوداد الان بعدما تمنعت على الاحمر والاصفر. مش ممكن مش ممكن يا ترجي، يعني كانه الفريق او اللاعبين يحبوا يضيعوا هذه النقاط الثلاث، هذا الفوز الغالي، هذا الواحد صفر، لماذا يا ترجي؟ برشا انانيه من مايكل الرامو، هدف ثاني اكيد، خرج له على اليمين التايب على اليسار بوعزي. سنبقى في معاناة الديربي وكرة القدم إلى صافرة الحكم محسن بسمة. مايكل الرامو كرة برا، تعليمات البنزرتي متواصلة، كرة ستعود لخالد سقاط مع مناوشة بين النيجيري والمغربي. خالد سقاط باك ليفت، الظهير الأيسر للفريق الودادي. خالد سقاط 83 دقيقة، البرازي البرازي يلعب كرة لهشام الويسي، هشام الويسي في كرة ملعوبة طويلة، ترجع من جونفيي، جونفيي ممتاز الآن، جونفيي نعطيه حق، يمشي مرة ثانية وليد التايب، وليد التايب قدام، وليد التايب يخرج كرة عن طريق السويسي، السويسي تاي سيطر على وسط ميدان الدرجة، عنده وسط ميدان كبير برشا. مايكل الرامو، الرامو يمشي الكرة عن طريق جونفيي، جونفيي بيكونكو، جونفيي بيسالا، يجيب الكرة انطلاق الدراجي، دراجي يعمل باس، دراجي يدخل، دراجي يوزع كرة والحارس أمام الرامو. ممتازة من حارس نادي المياغري، قراءة جيدة لوضعية هجوم الترجي من المياغري. تمشي كرة فما برشا مساحات، شوف المساحة، شوف الاسباس، شوف الكرة تتهيأ، بوعزي يرجع يضغط، ممتاز بوعزي، ممتاز من وجه بوعزي، التاكلين تايمينج صحيح يقول بسمة. بوعزي وجدي في وسط الميدان، يتقدم وجدي بوعزي، يلعب الكرة عن طريق اللاعب التايب، وجدي بوعزي كرة تضيع، ترجع في وسط الميدان، باسكال يجيب الكرة والانطلاق في توزيعة جديدة، كرة خطيرة، الكنترول والتسديد والقصراوي، الكنترول والتسديد من المميز جدا بيضوفان، كان مصدر قلق دائم اليوم على دفاع الترجي بيضوفان. شوف كنترول الكرة في ظهره، يلف ويضرب والقصراوي. ترجع الكرة لفريق الواك، الوداد ما فيش خطأ، يتقدم الهجوم، دراجي دراجي ممكن جدا، خرج لك يا دراجي، العاب الكرة في شوف سايد، بوعزي يا بوعزي، مش ممكن يا وجدي، رانت عليك، مش ممكن يا وجدي، قلت الثاني سيأتي من اليسار، وجدي بوعزي، خيرها في غيرها، خيرها في غيرها، لكن الله يستر، الله يستر، لأنه الترجي يضيع حقيقة في فرص للهدف الثاني بشكل رهيب جدا. تمشي كرة ممتازة، شمام، شمام يلعب كرة والروتري والدفاع موجود، ممتاز الدفاع البيضاوي الآن. ممتازة من دفاع الواك. خمسة دقائق، خمسة دقائق والكرة ودادية، كرة للوداد، باسكال يطلع للهجوم، يخرج جونفيي، الكرة وان تو، يتضرب الدفاع للترجي في الرواق الأيمن، يمشي بالتوزيع، خد سقاط خطيرة، والدفاع من الدربالي مازالت صعبة، مازالت صعبة، إمكانية، يحاول يسدد، يحاول يسدد، يسدد، وكرة خطيرة جدا للواك، خذا راحته
دار بيفوفان ولا واحد خرج بريسي، حتى واحد ما عمل بريسينغ، اطلع على اللاعب واطلع على الكره. شوف الكره لقى راحته بيفوفان، حاول يركنها في التسعين، حاول يلعبها في التسعينية، ولكن كره نصفت الترجيين بعد ضغط ودادي واضح. وليد التايب يصاب الان، يدخل مساكني او ممكن طارق عاشور باش يغطي ويحافظ على نتيجه اكثر. الان فوزي بن زرتي سليمه بالنسبه للتايب. مباراه اعصاب، مباراه نهايه سيزون، مباراه من جمله مباريات كل ثلاث اربع ايام، هذه بعض مخلفاتها. الوداد في الشوط الثاني كان اخطر، نعطيه حق الوداد، كان قريب برشا من التعادل في خمسة ستة كرات. الترجي جاته الوضعيات نتاع الاهداف بخلاف كرة البوتو نتاع الدربالي، هذه الوضعيات، هذه وضعية منها، لكن لم يستغلها الترجي. برشا مساحات ضيعها الترجي اليوم في الشوط الثاني. لو كان ركز في كرة كان ممكن يخلص النهاية من كازا. نتيجة 1-0 سوبر ممتازة، ولكن لو اكتملت على 1-0 إن شاء الله في الديربي ليس هناك نهاية، ليس هناك انهاء لاحلام واحد على اخر. الديربي هو الديربي، هذا قالوا الزاكي، كان حاسس الامور على مستوى صعوبه المواجهه. قال الوداد والترجي، قال الوداد والترجي ستلعب في راتس بين هنا وهناك. ترجع الكره الوداد في الدقيقه 87، الهجوم والانطلاق البيضاوي، كرة للوداد، الراسية بعيدة. الوداد استنزف كل طاقاته، يحسب له أنه بذل كل مجهوداته في الشوط الثاني، لكن الترجي توفق لحد الآن برشا صنعة، برشا توفيق، برشا أيضا جرينتا، وبرشا حظ أيضا أنه تبقى المباراة في 1-0. في لمسة يد، في لمسة يد للترجي التونسي. إصابة إن شاء الله سليمة بالنسبة لوليد التايب. من الواضح ممكن انه السيزون بتاعه انتهت في هذا اللقاء بعد ما قدم مباراه كبيره. سلامات يا تايب. يدخل يوسف المساكني، ترجي يشد اللعب الان في الدقيقه 90 91، حب تغيير ثالث، دخول عاشور او العربي جابر، لعب ثالث في اللاكس. الكرات الطويله نتاع الوداد كسر الريتم، تقتل اللعب وتقتل الوقت يا فوزي يا بن زرتي. مطالب مشجع تونسي هنا في دور معلق هذا المساء في ظل الحياد اللي تعتمد قناتنا مع اعتماد المراكشي يسري على الصوتية الأولى، بينما هنا لا صوت يعلو فوق صوت الدربيات المغاربية في إطار أبطال العرب. النهائي يقترب من نهاية الجزء الأول، الترجي 1-0. ترجع كرة مرة ثانية للترجي عن طريق الدراجي، دراجي كرة ممتازة كالتسلل واضح، الرامو في أوفسايد، بوعزي جات الكرة لك الكنترول، شفتها من اليسار انطلاقه من بوعزي لكن ما مشاتش. تسلل واضح، طاقم التحكيم السوري برافو حقيقة، إلى حدود الدقيقة الأخيرة عمل مباراة كبيرة وكبيرة جدا. وصل للقمة المغربية إلى برلمان، برشا ثقة وبرشا خبرة وبرشا صنعة من الحكام السوريين. ترجع كرة خاطئة، الرامو في الدقيقة 90، الترجي عنده كرة أخيرة، الرامو يلعب كرة، شوف الرامو، شوف الرامو، خرجوا الشمام، خرجوا الشمام، لعب كرة ولبوعزي، تمشي للدراجي، دراجي ممكن يخلص، ممكن دراجي، دراجي يلعب كرة عن طريق وجدي بوعزي، وجدي بوعزي كنترول اللعب. الترجي الآن حاجته بالواحد صفر، لكن حذاري في الوقت البديل، تمشي كرة من أسامة دراجي، أسامة دراجي، دراجي يلعب بوعزي، بوعزي يلعب كرة طويلة والدفاع موجود، الدفاع البيضاوي يضغط الرامو، يضغط مايكل، والكرة تخرج للفريق الودادي في وسط الملعب. يرجع بوعزي يضغط، ممتاز الروح لفريق الترجي. بالفعل الحكم يقول خطا للترجي، خطا للترجي، تمشي كره لانطلاقه للترجيين في المباراه التي تلفظ انفاسها الاخيره. الان وصلنا ل90، كم سيضيف محسن بسمه في كازابلانكا؟ الترجي 1-0 من مايكل الرامو. حذاري من اخر الدقائق، حذاري من اخر الكرات، كرة سليمة مؤمنة القدام، نلعب القدام، تمشي كرة ممتازة، التحذير بالراس، ترجع الدراجي، تفوق الترجي بدنيا تكتيكيا في هذا اللقاء، يمشي وجدي بوعزي، وجدي بوعزي ممتاز، وجدي يدخل خطيرة جدا، فهي إعاقة والحكم يقول مخالفة، نعم، أو الحكم يقول تمويه، يقول تمويه على بوعزي، يقول إنذار على وجدي بوعزي تمويه، طبعا أنت تغير أحكامنا في الحكم السوري اللي خارج مباراة كبيرة.
وجدي ما دام ما ناقشش ممكن عنده الحق الحكم السوري. هذه امامكم الصوره واضحه امامكم. خمس دقائق وقت بديل، خمس دقائق من الوقت البديل، مازال برشا لعب في الوقت الضايع. خمس دقائق في هذا الديربي المغاربي التونسي المغربي المتجدد المتكرر. قلت لن يكون الاول ولن يكون الاخير. تغيير اخير بالنسبه لبنزرتي ممكن قادم بعد ما تخلي مساكني وتخلي بوعزي، بينما كوره بيضاويه يخرج فيها الحارس القصراوي. سليمه مؤمنه من حمدي القصراوي، سليمه مؤمنه من حمدي القصراوي كابتن الترجي. ممكن في ظل نتيجه 1-0 ان شاء الله يكون في وضعيه طيبه جدا لرفع كاس العرب ان شاء الله بعد اسبوعين، لكن مازال الواك مازال الوداد. حماده الوالي، حماده الوالي يرجع بالكره الانطلاق في كره طويله، الكرات الطويله مره ثانيه، الكنترول خطير جدا، ينطلق ويسدد والدفاع مازالت الخطوره بتسديده اخرى كان عاليه. كره تخرج عاليه من الفريق البيضاوي من يونس المنقاري هذه المره، من يونس المنقاري هذه المره دقيقه ونص. يونس المنقاري حاول ينقر لمره ثانيه ولكن هذه المره لم يوفق وكورته خرجت اوت. دقيقتين في الوقت البديل، التغيير لكسب الوقت والتغيير للاعب اخر في المحور، بينما التغيير الاخير من قبل بادو الزاكي يخرج هشام الويسي. سلامات بالنسبه للويسي، يعطي الصحه يعني رغم الاصابه اللي شفناها خطيره نسبيا، اصر بروحه الوداديه انه يكمل الماتش ويستهلك كل وقت المباراه ان شاء الله. المهم صحته لاباس، هذا اللي يبقى في كره القدم اللي يهمنا صحه لاعبينا. اذا خمس دقائق وقت بديل، عبنا منهم اثنين مازالوا ثلاثه دقائق في الوقت البدل الضايع للنهائي العربي هنا في كازابلانكا. الترجي التونسي متقدما على شقيقه وجاره الوداد البيضاوي بهدف مايكل الرامو في الدقيقة 30 من الشوط الأول. التغيير الثالث والأخير من قبل بادو الزكي. أتمنى كل السلامة وكل الصحة للاعب هشام الويسي. يدخل رقم 13 حكيم عجراوي أظن حسب تجربتي وخبرتي مع الوداديين. إذا نتواصل مع هذا اللقاء، ينطلق اللقاء في الانتظار. قد لا يكون حكيم عجراوي، بانتظار الجرافيك على كل حال. يمشي خالد سقاط، خالد سقاط في وسط الميدان. الوقت يمر، الترجي في آخر التضحيات بكرة طويلة سهلة تمشي لحمدي القصراوي. تمشي كرة سهلة لحمدي القصراوي، يمسك اللعب. ماذا يفعل حمدي في هذه اللقطة؟ أقل من دقيقتين الآن لنهاية المباراة. هو التغيير اللي قلنا عليه واللي طلبناه، لاعب ثالث في المحور العربي جابر الوداد يطول في اللعب. نربح وقت، نربح مدافع إضافي، المباراة توشكت على النهاية. يخرج منها الوداد في كورة بس الميدان. رجي يحاول يخرج الكورة الآن باش يربح الشونجمون والتغيير. باسكال، آخر كورة باسكال والدفاع التونسي يتصدى عن طريق جونفيه. جونفيه يلعب الكورة في وسط الميدان عن طريق القرب السويسي القدام، القدام كورة من جونفيه بيسالا بوكونكو. يمشي كرة طويلة عن طريق اللاعب البرازي فوزي البرازي في وسط الميدان. دراجي يحاول يعمل كنترول، ياخذ كرة دراجي ممتاز جدا، ممتاز هذا اللاعب دراجي. دراجي تمشي الكرة لبوعزي والترجي خرج كرة في التماس لإمكانية التغيير ولإمكانية إسعاف المنقذ هذا المساء مايكل الرامو. إذا هدف لصفر للترجي الرياضي التونسي. تنقل كان صعب، كان محفوف بالمخاطر بين الكونفيرماسيون للوداد التأكيد لنتائجه ممتازة وبين رياكشن الترجي. ديما نقولوا أن الفرق الكبرى والفريق الكبير ما يخسرش مباراتين وراء بعض. عثرة الكأس، هزيمة الكأس للترجي وفوز المستير المستحق في الدام كوب أعطاه أجنحة للترجي باش يرجع يركز، باش يرجع قوي، باش يرجع الفعل كرويا في مباراة مهمة جدا، دوري أبطال العرب المليون دولار يا جابر. تمشي كرة أخيرة سهل القصراوي. انتهت الحكاية في الخمس دقائق حسب شاشة المباراة وصورة اللقاء عبر يارتي سبورت 3. ما زالت صافرة أخيرة ينتظرها جمهور الترجي، بينما لعبة أخيرة ما زال ينتظرها الأشقاء في المغرب. تمشي كرة أخيرة، كرة أخيرة، الكرة الأخيرة ينظر للساعة محسن بسمة.
اخر كرة واخر فرصة، الكرة ترجع للوداديين، فما سباس تقدم الان للمساكني، كرة خطيرة جدا والدفاع موجود، الدفاع التونسي موجود، والحكم سيطلق الصافرة. انتهت انتهت، واحد اثنين ثلاثة، مطار تونس قرطاج يناديكم، دوري أبطال العرب يناجيكم، الترجي يناغيكم. 1-0 الرامو، 6 دقائق الآن، 6 دقائق الآن، الدقيقة الأخيرة، قول اللحظة الأخيرة، الهجمة الأخيرة، تمشي كرة الوداد، الوداد في إمكانية، الكرة الأخيرة من باسكال سيسدد، سيسدد باسكال، باسكال خطيرة جدا، والدفاع، الدفاع العابدي، والترجي يخلص الكرة، يتخلص من الكرة، لكن مازال خلاص المباراة، ما زالت الكرة الأخيرة للترجي، وفي ذات اللحظة أطلقها بالثلاث. الحكم السوري الدولي محسن بسمة، الوداد البيضاوي في الشطر الأول يعطي الفرصة لأقرب أبطال العرب للترجي العاصم التونسي في 1-0 عن طريق بطريق في طريق مايكلير رامو. إذن هاردك الوداد، حظ أوفى للوداد، وألف ألف مبروك للترجي التونسي اللي عمل مباراة روح، مباراة كبيرة. صفر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد متابعة هذه المباراة، مباراة القصة الأولى كما صار ذلك الزميل يسري المناقشي في انتظار نهاية القصة في يوم 21 من هذا الشهر في تونس، ذلك أن فريق الترجي الرياضي التونسي كسب المرحلة الأولى بتفوقه بهدف من دون مقابل، الهدف الذي سجله رامو. إذن قبل الدخول في الحديث والتحليل على هذه المباراة أنتقل مباشرة إلى أرضية الملعب لأخذ ردود الفعل والبداية مع عبد الرحيم دعيم ومدرب الفريق الترجي فوزي البنزرتي. عبد الرحمن، شكرا لك كابتن محمد، طبعا وصل لك تهاني الكابتن خالد حسني والجماعة في الاستوديو. بصراحة كابتن فوزي، هل هذا كان السيناريو المرسوم أن تحقق 3 نقاط في أرض الوداد البيضاوي المغربي، أم أن الأمور أتت على ما تحب؟ لا بالعكس، معناتها أننا جايين هنا كما لعبنا، معناتها في أي مكان، معناتها خارج أرضنا، على الأقل قلنا نسجلوا هدف، حتى إذا نقبلوا هدف فيعني ما يكونش حايق، لكن جهازنا الفريق يعني من فترة طويلة كونه نلعب خارج ميداننا، معناتها كان نلعب خارج داخل ميداننا، لازمنا ندافعوا بأقصى ما يمكن من الأعداد، وبطبيعة الحال لازمنا نهاجموا بأقصى ما يمكن، حتى في بعد سجلنا هدف ما لقيناش في الدفاع، معناتها قدمنا للأمام، تشوف حتى ظاهرين معناتها في أغلب الحالات طالعين معناتها من الهدف الأمامية، وحبينا نسجلوا الهدف الثاني، لكن ما كنت حساب على الجنة نسجلوا الهدف الثاني، على كل النتيجة 1-0 معناتها تسمح لنا باش نلعبوا بكل أريحية مباراة تونس. ونشكر بعض اللاعبين المترشحين نتاع المردود نتاعهم الطيب الطيب، ونشكر بعض الوداد بعدها في البلاد بعد المباراه، والجمهور الغفير هذا اللي اعطاه رونق للمباراه هذه. شاهدناك باكثر من رياكشن اثناء المباراه، اكثر من رده فعل، تحديدا المباراه القادمه الحين يعني بطبيعه الحال رده فعل معناتها على التمركز بعض اللاعبين يعني فهمتني، التمركز نتاعهم لازم يكون صح، ولازم انا حسب رايي هكا عملت، لازم المدرب ديما يفيق اللاعبين ينشط اللاعبين، لان معناتها خاصه في اخر مقابله تعرف التعب، يمكن الذهن ما عادش يقبل ينسى التوصيات وينسى فهمت ولا فهمت ها، فكل وقت هذاك لازم المدرب يكون انا حسب رايي لازم يكون جاهز وينبههم ويفيقهم باش ما يعاودوا الشغل فهمت ولا معناتها، وبلا ويعطيهم شحنه معنويه باش يكونوا معناتها افضل واحسن باش يكملوا المباراه معناتها في احسن الظروف لا اكثر ولا اقل، يعني تشنج عادي فهمت. شكرا كابتن. شكرا. شكرا للكابتن فوزي البنزرتي، طبعا بانتظار زميلي بدر رافع ان ياخذ المايك الان ليعمل لقاء مع لاعبي فريق نادي الترجي التونسي. شكرا عبد الرحمن، في انتظار شكرا للزميل عبد الرحمن الدحيم كابتن وسام العابدي. ننتقل مباشره الى الى الزميل بدر رافع، اعتقد معه اي ضيف من الضيوف. بدر رافع تفضل. كابتن وسام العابدي نبارك لكم الفوز، الترجي اليوم قطع شوط كبير نحو احراز اللقب. صحيح قطعنا شوط كبير، بصراحة نستاهلوا البطولة العربية هذه تعبنا عليها، أول حاجة نستاهلوها، ما مازال ما صار حتى شيء، مازال الشوط الثاني في تونس، إن شاء الله نكملوه بنفس الروح. اليوم ضيعنا يعني عديد الفرص، وأنت شفت كنا نجموا نقتلوه الماتش هنا في المغرب، لكن الله غالب هذيك إيش حبت الكرة. عندنا الشوط الثاني بحول الله في تونس باش ما فيش نقاش، ان شاء الله بحول الله باش ننزوه ان شاء الله. كابتن شاهدنا اللاعبين اليوم يعتمدون كثيرا على الضغط على حامل الكره. والله فما ضغط، هذه نفس التكتيك اللي نلعبوا بها احنا من اللي جاء الكابتن فوزي البنزرتي معنا، نفس التكتيك نلعبوا به ديما الضغط على حامل الكره، وشفت اللي انت نضغطوا على اللي حامل الكره في ساعه يضيع الكره
ونمشي للمرمى. شكرا وسام. وهدرنا فرص كثير. شكرا وسام. شكرا. شكرا للكابتن وسام العابدي لاعب نادي الترجي. نشاهد جماهير الترجي التونسي طبعا فرحة بهذا الفوز الثمين وقطع شوط كبير نحو إحراز اللقب. والآن نتحول مباشرة إلى الزميل محمد مقروف ضيوف الكرام. محمد تفضل. شكرا لك بدر رافع. شكرا أيضا للزميل عبد الرحمن الدحيم من خلال استقاء هذه اللقاءات وردود الفعل من الجانب التونسي المتفوق في هذه المرحلة. سنعود للكلام الذي قاله وسام عبدي أننا كنا نود أن نقتل المباراة هنا في الدار البيضاء. سنعود إلى هذا الموضوع، لكن قبل ذلك كيف تفسر نتيجة المباراة؟ لاحظنا الشوط الثاني أن هناك يعني كانت إرادة كبيرة من الوداد البيضاوي، لكن في الأخير لم يتوفق نظرا الفرص الكثيرة التي أضاعها. قراءتك للشوط الثاني من المباراة كابتن محمد؟ أكيد كابتن مقروف، الشوط الثاني اختلف من الشوط الأول أنه كان غايب تماما فريق الوداد البيضاوي، ما كانش في يومه كما يقولون لا بدنيا ولا تكتيكيا، وارتكب غلطات كثيرة ولا سيما في عمق الدفاع اللي خلت هدف السبق يسجله فريق ترجي تونسي، وهذا أحسن سيناريو لأنه ترجي تونسي معروف يبقى في المنطقة وينطلق على طريقة الكونترتاك. في الشوط الثاني أظن بأنه الوداد البيضاوي أداء الوداد بيتحسن أكثر، كانت فيه السرعة في الأداء، وهذه السرعة في الأداء خلت أن الفريق الترجي التونسي ما ينظم أموره، لأنه الخروج بمنطقة دفاع تعاج الهجوم كانت سريعة، عطت بعض الفرص، ولولا حظ سوء الحظ فأكيد كان الوداد البيضاوي يسجل هدف التعادل. فكانت عنده في الشوط الثاني تقريبا 5 فرص للتهديف ومنها 3 فرص في 10 دقائق الأخيرة، لكن حسن الحظ والعياء وكذلك ما نستوى بأن فريق ترجي تونسي فريق ظهر فريق قوي بدنيا وتكتيكيا، وكانت قراءة جيدة من طرف المدرب بنزرتي. وأيضا سأعود إلى الكابتن خالد حسني المنتشي بهذا الفوز، لكن قبل ذلك أنتقل إلى زميل بدر رافع، أعتقد هناك ردود فعل أخرى، تفضل بدر. شكرا لك زميلي محمد، إلى جانبي طبعا الكابتن حمدي قصراوي. كابتن حمدي يمكن أذكر في الاستوديو قد ذكر من سبق الكابتن خالد حسني في الاستوديو أن الفائز من الترجي والإسماعيلي هناك الإسماعيلي في مصر سيصل للنهائي. بصراحة هل لديكم إحساس أن المباراة كونها القادمة لإياب في تونس انتهت المباراة بالنسبة لكم؟ بعد مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء قبل كل شيء نقول الحمد لله يا ربي انتصرنا، هذا انتصار نشكر ربي عليه. كيف نشكر أصحابي الانتصار كما قال. شوف البطولة هذه تضم كثير من الفرق، معنا برشا فرق ممتازة، الإسماعيلي، الأهلي، طرابلس، الوداد، وفاق ستيف، معنا بطولة اللي تعدى مرحلة كأنه تعدى معنا مقابلة نهائي، فهمت؟ الحمد لله يا ربي، معنا نقول عملنا خطوة كبيرة، خطوة كبيرة للفوز بالكأس هذه، لكن عملنا الشوط مازال شوط في 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 تونس، ما لازمناش نتغروا، ما لازمناش نتغروا بالنتيجه هذيا، لكن نقول الحمد لله فرحه كبيره بال 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 بالإيتا ديسبري نتاع الفريق، بالاكريزيفيتي، بالكومباتيفيتي، خاطر جينا معاملين باش نروحوا بانتصار كما انتصرنا في ستيف، نقول انتصار العزيمه، انتصار للرجوليه، انتصار الرجوليه. مازال شوط اخر، معناها يلزمنا نزيدوا ناكدوا النتيجه هذيا في تونس. ومناسبة هذه نشكر الجمهور اللي جاء التونسي الحاضر، أجواء كبيرة عملها نهديوا الانتصار هذا. ماذا تقول لزميلك خليل شمام؟ أنقذ كرتين من المرمى، قد شاركك اليوم في حراسة المرمى في جزء من الوقت. بالطبيعة العمل جماعي، فهمت؟ نلعب وحديش، إذا كل واحد كل مرة معناها يعني إذا كان كل واحد يغطي على صاحبه، فهمت؟ علاش قلت لك الحمد لله انتصار المجموعة، انتصار اللحمة، وانتصار العزيمة. بس كل شكرا خليل شمام. شكرا خليل شمام بالطبيعة. مبروك. مبروك كابتن حمدي قصراوي. يعود مرة أخرى لزميلي محمد مقروف، تفضل محمد. شكرا عبد الرحمن الدحيم، وأيضا ممكن أننا بإمكانكم أن نأخذ وجهة نظر أخرى من خلال فريق الوداد البيضاوي، لأن هذه كرة القدم، والحقيقة أن الكل فالفريق أعتقد أن هناك بدر رافع جاهز أو عبد الرحمن الدحيم، فتفضلوا الأولوية لكم في ردود الفعل. تفضل بدر رافع، تفضل. بالتأكيد لم تكن مباراة سهلة عليكم اليوم، قراءتك الفنية لهذه المباراة؟ والله صحيح مباراة صعبة ما كانت سهلة، جينا لهنا عقد العزم باش نربحه، الحمد لله وفقنا ربي وعملنا با كبيرة مع مسيحي صحيح مزال الروتور، ان شاء الله مش يكون صعيب الروتور، ان شاء الله نكونوا حاضرين زادة
وتحصلوا على البطولة العربية ذي إن شاء الله. جماهير كبيرة اليوم حضرت من قبل نادي الوداد البيضاوي، لم تشكل عليكم ضغط في هذه المباراة؟ والله معناتها استنسنا نحن، مش المباراة الأولى ذي، معناتها عنا برشا مقابلات لعبناهم وجمهور أكثر من هكا، والحمد لله نشكر الجمهور نتاعنا خاطر كل ديبلاسمون يساند فينا وقاعد يعاون فينا، والحمد لله قاعدين نخليو فيه يروح فرحان. المباراة القادمة ستكون أصعب من هذه المباراة؟ صحيح مش تكون أصعب، خاطر مش كما تلعب برا بلادك كما في بلادك، خاطر في بلادك أصعب، تبدأ معناتها أنت عليك البريسيون. إن شاء الله نكونوا حاضرين وفي مخاخنا ونجيبوا الانتصار إن شاء الله. شكراً سامي. شكراً للاعب أسامة الدراجي لاعب نادي الترجي التونسي. طبعا كنا نتمنى اخذ وجهه نظر من لاعبي نادي الوداد البيضاوي، الجميع رفض بعد هذه الخساره. عموما تقبلوا تحيات محدثكم بدر رافع، ايضا تقبلوا تحيات زميلي عبد الرحمن الدحيم. هذه كانت تغطيتنا النظره الفنيه بالتاكيد الى قاهر الالمان الكابتن محي الدين خالف والكابتن خالد حسني والزميل المتالق دائما محمد مقروف. محمد تفضل. شكرا لك بدر رافع، شكرا ايضا لعبد الرحمن الدحيم، شكرا لكم على يعني ردود الفعل التي استقيتموها من خلال سواء قبل المباراه او بعد المباراه. نعود الى المباراه، فتحدثنا في البدايه عن القراءه الفنيه للشوط الثاني والمباراه ككل. كابتن خالد حسني، فريق الترجي اليوم كيف بدا لك؟ حقيقه ان اليوم كسب الرهان الاول، هل ترى ان الحضور التكتيكي كان بارزا بفوز البنزرتي في هذه المباراه؟ بارك الله فيك في هذا السؤال، وانا توقعت ولما سألتني قلت لي أن إقصاء من الكأس يؤثر على الترجي، فمعناها كان جوابي قلت لك لا أعتقد، وإجابتي كانت بالجزم لا أعتقد أن هذا الإقصاء سيؤثر في الترجي. الشوط الثاني البداية ضيع مجموعة أوكي من الفرص أوكي، أوكي، ولكن شمام لعب دور كبير أوكي، ولكن كل الفرق لو الشوط الثاني نتكلم على الشوط ثم نتكلم على المباراة ككل. الشوط الثاني، بداية الشوط الثاني كانت مرتبكة بالنسبة للترجي التونسي، كان سوء تفاهم اما تارة مع الحارس مع بين الحارس او بين زيد دربالي او الحارس او وسام العبدي. في ثلاثة دقائق كانت فيه ثلاثة محاولات، كانت فيه ثلاثة فرص للتهديف بالنسبة لوداد البيضاوي، ولكن البيضاوي لم يستغل هذه الفرص. هذه من ناحية، من ناحية أخرى ولكن الملاحظة التي أسوقها في كلامي أن ليست اللياقة البدنية هي التي حسمت هذا اللقاء، فأقول أن استراتيجية التي قام بها فوز البنزرتي أولا، ثانيا في وسط هذه الاستراتيجية كانت فيه أدوار، كانت فيه ثنائيات، كان الأدوار كانت أكثر وضوح بالنسبة للترجي إذا قارنوها بالنسبة للوداد البيضاوي. وأحسن مثال على ذلك أن حتى التغييرات اللي قام بها بادو زيك على مستوى التغييرات، مثلا جويعة ودخل في مكانه فوزي عبد الغني، وخرج سكوما كان في البداية سكوما ودخل طلحواني الطلحاوي، لما دخل الطلحاوي أصبح يلعب على اليسار، ولكن التغيير في وسط الميدان اللي هو صار عبد الصمد يلعب في وسط الميدان مع باسكال، ولكن أن المنقاري أبقى على مراقبة أسامة الدراجي. هذا صعب الإنسان باش يراقب 90 دقيقة لاعب في وزن أسامة الدراجي، لاعب كبير وكبير جدا من المهارة الفنية والذكاء الفني. بقى أقول أن بالرغم التعديلات اللي قام بها بدو زكي لم تؤتي أكلة، ولكن عندي ملاحظة أخرى أن الفترات اللي أتيحت إلى الوداد البيضاوي في آخر مباراة، وأنا في كلامي تناقض، أتت محاولات كل اثر كونتر اتاك، اثر هجوم معاكس، كانت فيه مساحات، يعطيك فكره ان الترجي التونسي ما بقى يلعب كل المباراه بعقليه ايجابيه بالرغم انه متفوق 1-0، فكان يهاجم، ولولا انانيه انيرامو لكانت النتيجه يكون 2-0. طبعا تتفق مع كابتن خلف، خاصه انه قال بانه يعني تغييرات الزكي لم تعطي اكلها، ولو اننا راح نعتقد نوع من التغير في اسلوب لعب الوداد كان اكثر يعني قربا من المرمى صحيح. من الشوط الاول اكيد. اولا كابتن مقروف، كان اكيد لما تكون منهزم وتكون عندك بعض الفرص فاكيد تخرج من المنطقه وتحاول تعدل النتيجه، خلت مساحات ما استغلتهاش بالانانيه فريق ترجي التونسي، لكن كذلك من جهه ثانيه الوداد البيضاوي كان نوع من التسرع، فلهذا ما كانش فيه الدقه، ولهذا ضيعوا بعض الفرص للتهديف. من جهه ثانيه كابتن، انا اقول بان اليوم بدنيا فريق الترجي كان افضل من الوداد البيضاوي، الدليل على هذا شفنا بعض الاحيان كيفاش كانوا يعانيوا اللاعبين فريق الوداد البيضاوي، ولا شيء ما في اخر الشوط الثاني وحتى في الشوط الاول اللي خلات
بعض الهفوات اللي ما متعودينش نشوفوها في وداد البيضاوي، وكذلك إصرار على الفوز ونسيان المباراة اللي انهزم أمام خالد. ركز على اللياقة البدنية، ألم يكن لها أي حضور في هذه المباراة؟ سمح لي يا كابتن، بدون لياقة بدنية حتى عندك لاعبين كبار مهاريات كبار المهار اللي عندهم مهارة كبيرة. الوداد كان له نقص في اللياقة البدنية؟ كان نقص في لا اللياقة البدنية، ويمكن حتى بالنسبة للتحضير، لا بالنسبة للتحضير الذهني لهد المباراة، فكان هو خارج تماما في الشوط الأول. ولكن الحضور لفوزي البنزرتي صحيح، ولكن سمح لي خالد، أكيد الفرصة البنزرتي أنا بعطيك الفرصة قراءة جيدة من فوزي البرسلتي. كيف يعني؟ وجود وليد التايب فكانت لرقبة لا سقاط ولا ومع مساندة دفاعيين لفجوية رقبة رفيق عبد الصمد، فهذه يعني اختيار تكتيكي ذكي من بنزرتي اللي عنده خبره كبيره. بنفس الشيء بالنسبه للوسط الميدان ما كانش فيه، فهو يعرف حتى الوسط، سويسي زين العابدين سويسي والقربي سيطروا في الوسط. من جهه ثانيه التغييرات التكتيكيه لفوز بنزرتي كانت تغييرات تكتيكيه ذكيه، يعني قفل على الاطراف ثلاث شهور الشوط الاول وكذلك في الشوط الثاني نفس الشيء. فنشوفوا نزول وجدي بوعزي في مكان بيانفينو لتغطيه الجهه اليسرى، نفس الشيء بالنسبه للمسكلي في مكان طيب، يعني ما فيش تغيير لاعب في لعب اللي عنده نزهه دفاعيه وهجوميه، واحتفظ بنفس الاسلوب التكتيكي، غلق او كما يقول الدكتور مدني رحيمي، قفل الاطراف، قفل على الجهه اليمنى، قفل على الجهه اليسرى، و استغل ضعف اليوم، مش ضعف بصفه عامه لكن ضعف اللياقه البدنيه وضعف في في في, في عمق الدفاع. بالنسبه نرجع للسؤال تاع بالنسبه للبدو زكي، فاكيد اسكوما كان خارج تماما في المباراه رغم امكانياته الكبيره والفرديه الموجوده، لكن ما كانش في مستوى هذه المباراه، فكنشوفوا بان بعد ما كان منهزم فحاول يعطي دفع هجومي، فنزل الطلحاوي نفس الشيء بالنسبه لليوسي اللي كان مصاب. وبعدين شفنا جويعه وفوزي في مكان عبد الغني، فيعني حاول المدرب الزاكي باسلوبه بامكانياته، هذوما ظروف الفريق، حاول يرجع في النتيجه في الشوط الثاني، فكانت تغييرات هجوميه، لكن يبقى دائما فريق الترجي متحكم بنفس الطريقه، بنفس الالوس، بنفس الجديه، بنفس الاحترافيه، واكيد وراها مدرب كبير عنده خبره كبيره، وانا اعرفه جيدا في الصرامه في الانضباط، اللي هو فوزي بنزرتي. نعم، طيب لو كنت مكان بدو الزكي وانت قريب من الترجي التونسي، هل هناك بعض الاشياء التي غابت عن الزكي في هذه المباراه والوداد ككل من اجل مضاهاه وملاحقه لاعبي فريق الترجي التونسي؟ شو معناها؟ اولا الانسان يجب يعترف بان الترجي الرياضي فرض اسلوبه على كل المستويات. على كل المستويات. ثانيا، أنا في بداية استوديو لقد تطرقنا إلى أن الوداد البيضاوي، صح ولا كابتن موحي؟ أن الوداد البيضاوي له الأفضلية على مستوى اللياقة، علما وكما قلت وأشرت في أول كلامي أن الترجي التونسي يعيش الحين آخر السباق جهنمي على المستوى المحلي وعلى المستوى دوري أبطال العرب. نعم. فقط أنا بدو زكي، لما أنا في أول كلامي قلت أتساءل ماذا سيكون تعامل او اليات اللعب الوداد البيضاوي في طريقة 4-4-2. لماذا؟ لان بطريقة 3-5-2 الوداد البيضاوي يكون عنده اكثر صلابة دفاعية وفيه وسط الميدان وفيه العمق الدفاعي، بهذه الطريقة فقد خسر وسط الميدان. طيب سنعود الى بقية التفاصيل، لان هناك سنتوقف للحظات القليلة مع فاصل اخر، ونعود لتحليل المباراة ككل، مباراة الوداد البيضاوي والترجي التونسي، والتي عادت نتيجتها في مباراة الذهاب لتفوق